مساء الخير واهلا بكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده عندنا اخبار كتيره وعندنا ايضا السيد وزير الصحه الدكتور احمد عماد هيكون عندنا بعد قليل لمتابعه ما يحدث في ازمه نقابه الاطباء وايضا فيما يحدث في ملف الصحه عموما. الحكومه ستتقدم ببرنامجها خلال ايام لمجلس النواب ومنتظرين من هذا البيان ان يعلن عن مجموعه من الاجراءات سواء في الاستثمار او في الصحه او في التعليم. محتاجين من الحكومة أولويات واضحة وجداول زمنية واضحة، وإحنا خلال الفترة القادمة هيكون معانا عدد من الوزراء لشرح برنامج الحكومة. كان عندنا بالأمس دكتور أشرف العربي، النهاردة عندنا الدكتور أحمد عماد وزير الصحة. لكن النهاردة عندنا أخبار كتيرة، بعد قليل هنتكلم على الحدود النقدية، حدود السحب الجديدة في البنوك المصرية، أزمة الدولار دفعت عدد من البنوك العاملة في مصر مصر لتحديد وتخفيض حدود السحب سواء في الخارج، يعني وانت مسافر بالكريدت كارد او بالديبت كارد بتاعتك في حدود معينه للسحب سواء كاش او للمشتريات. بعض البنوك حددتها للمشتريات وبعض البنوك حددتها فقط للسحب، كان في دايما حدود ولكن الان الحدود انخفضت. هنكلمكم عن هذا الامر بالتفصيل وبالارقام، والحقيقه ان جريده المال يعني كانت سباقه الى هذا الامر ونشرت بالجداول وبالتفاصيل كل حدود السحب الجديدة في البنوك المصرية. خلونا نبدأ بحوار الرئيس السيسي مع مجلة جون أفريك الفرنسية. الحقيقة أن الحوار ده مهم جدا لأنه وضح مجموعة من المواقف، ربما مواقف احنا كنا عارفينها قبل كده لكن بيؤكد عليها الرئيس السيسي مرة أخرى. قال الرئيس السيسي أن مصر فعلت ما يجب لمنع المقاتلين المتطرفين من سوريا والعراق لدخول ليبيا، وأنه يجب الوصول لحلول لتجفيف منابع وتمويل ودعم الإرهاب، وأن تصويت مجلس الأمن على قرار فيما يخص ذلك سيحسن الوضع. فيما يخص سوريا قال الرئيس السيسي أن مصر دائما لديها موقف ثابت حيال سوريا وتنادي بالحل السلمي لحل الصراع والنزاع، وقال أنه لا يجب ترك الجماعات المسلحة تسيطر على سوريا وتهدد المنطقة بأكملها. والحقيقة ده بيتسق تماما مع ما قاله وزير الخارجية بالأمس أيضا في حوار آخر بأن مصر مع الحل السلمي. ده بيوضح موقف مصر لأنه طبعا احنا عارفين انه في محاولات الان او يعني في اعلان كان ان هناك قد يكون هناك تدخل بري سعودي اماراتي تركي، لكن من الواضح ان مصر لديها موقف واضح من الامر بعدم المشاركه في هذا التدخل. خلونا نسمع ما قاله السيد وزير الخارجيه. احنا نرى انه عبر الخمس سنوات الماضيه انه الحلول العسكريه لم تؤدي الى النتيجه، وانه العمل من خلال الامم المتحده والمبعوث الاممي للتوصل الى حل لهذه القضيه هو الوسيله الامثل لتحقيق الاستقرار ووحده سوريا. رئيس السيسي ايضا، والحقيقه العنوان جون افريك كان عنوان مهم جدا، ان مصير العالم يدور في مصر، يعني العنوان بالفرنسيه اهو على جون افريك، مصير العالم يدور في مصر. هذه قناعه الرئيس السيسي. اتكلم ايضا على ثورتي 25 يناير و30 يونيو وقال ان اراده التغيير والطموح الديمقراطي للشعب المصري فرض نفسه في الوقت، ان الشعب المصري فرض نفسه مع الوقت، وان الشعب المصري كان له خيار بحريه سواء في استفتاء الدستور او الانتخابات الرئاسيه. حول المده التي توقعها الرئيس لتنفيذ مشروعاته قال انها بيتوقع حوالي 10 سنوات، رغم انه يعني هو لن يقضي الا يعني الدستور لا يمنحه سوى فترتين يعني 8 بحد اقصى 8 سنوات. قال الرئيس السيسي ان الشعب المصري تغير وانه لن يسمح بوجود شخص لا يريده على راس السلطه او راس الدوله، وانهم ليسوا منصاعين بل اذكياء، ده الشعب المصري، وانهم ينتمون لحضاره عظيمه، وان الشعب يعرف جيدا كيف يختار. فعندما رفض مرسي نزل 30 مليون مواطن للشارع. وقال السيسي حول تكرار انتقاده حول ملف حقوق الانسان
السودان وعودة مصر للدولة البوليسية، قال إن هناك الكثير من هذه الانتقادات غير عادلة، وإن الشعب المصري يجب أن يوازن ما بين الوضع الداخلي الهش وبين احترام حقوق الإنسان، وحول التوترات السياسية والأمنية التي لا تشجع على جذب الاستثمارات أو المجيء مجيء السياح لمصر، قال السيسي إنها استراتيجية الإسلام السياسي الذي يهدف لضرب الاقتصاد المصري ولا سيما السياحة حيث يعمل بها ملايين المصريين، والشعب يريد الاستقرار ويجب تحقيق ذلك الهدف بعودة النمو. وقال السيسي إن احنا محتاجين ل7% معدل نمو، وقال إنه في مصر عندنا متطرف، وده احصائية مهمة جدا، متطرف مقابل كل 1000 شخص. هو بيقول أنه إذا كان هناك في مصر متطرف مقابل كل 1000 شخص فإننا سيصبح لدينا جيش من المتطرفين من 90,000 إرهابي، وإن مواجهة هذا التحدي بالنسبة للدول الأوروبية قد يصبح أحيانا غير مفهوم. هو بيقولش أن لدينا متطرف كل 1000 شخص، ولكن بيقول إذا كان هناك في مصر متطرف كل 1000 شخص مقابل كل 1000 شخص فإننا سيصبح لدينا جيش من المتطرفين. أحكام القضاء اتكلم على أنها القضاء مستقل، وأن المصريين أحيانا بيكونوا غير راضين عن أحكام القضاء، ولكننا نصر على استقلال القضاء. العفو الرئاسي، الحقيقة الرئيس قال أن هذا أمر سابق لأوانه. هل كان بيقصد العفو الرئاسي عن الإخوان أو المبارك؟ أظن أنه كان بيقصد ما كان ما ينسحب على مبارك أو الإخوان، ولكن لم يكن يعني النشطاء. يعني السؤال ما كانش عن النشطاء، لأننا منتظرين وما زلنا منتظرين قائمة جديدة من العفو الرئاسي عن الشباب. حول اعتماد مصر على المساعدات المالية من دول الخليج، قال السيسي أنه يتمنى الاستغناء عنها، وأنه من الصعب جدا العيش معتمدا على مساعدات الآخرين. الحقيقة أنه حوار مهم جدا، قال فيه برضو أن ولع الحكام بالسلطة، قال إنهم يقولون أن السلطة مثل المخدرات، ولكن هذا الأمر لا ينطبق علي. أظن أن ده واحد من أهم الحوارات اللي أجراها الرئيس السيسي منذ مجيئه للسلطة. يعني العنوان الحوار مهم جدا، مصير العالم يدور في مصر، كلامه حول الشأن الداخلي والشأن الخارجي، لكن هنا حنتوقف حول الوضع في سوريا، وحول يعني تأزم الوضع في سوريا، التلويح بتدخل بري من السعودية وتركيا. معي على الهاتف سيادة النائب الدكتور سمير غطاس. مساء الخير يا سيادة النائب. مساء النور، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. يعني حوار رئيس سيسي لجون افريك مهم جدا، وبيؤكد في موقف مصر من ان مصر متمسكه بالحل السلمي للشأن الامر في سوريا، ومن الواضح كده ان مصر لن تساهم في كل التلويحات او الحملات بالتدخل البري القادم. يجب ان يكون من المؤكد انها لن تتورط في مثل هذه الحرب، وليس من الواضح فقط. أنا أود أن يكون هناك قرار واضح ومعلن بأننا لا يمكن أن نتورط في مثل هذه الحرب التي قد تجرنا إليها بعض الأطراف. المهم أن هناك أحداث متسارعة من حولنا. في بؤرة هذه الأحداث الموضوع السوري هناك حدثين يعني في اتجاهين مختلفين. اتجاه الأولاني جرى في ميونخ واستمر يعني لعدة أيام، مؤتمر دولي حضراه قادة العالم أو عدد كبير من قادة العالم، رئيس وزراء روسيا، وزير الدفاع الإسرائيلي بالمناسبة كان مشاركا، وزراء خارجية عدد كبير من الدول العربية وغير العربية. كان هذا العنوان الأساسي لهذا المؤتمر، مؤتمر ميونخ للسلام، كان إمكانية التواصل، بحث إمكانية التواصل إلى وقف إطلاق النار. عدد كبير من الدول عارض وقف إطلاق النار، وقال أنه لا يمكن عمليا التواصل إلى وقف إطلاق النار نتيجة وجود جماعات إرهابية لن تلتزم بهذا وقف إطلاق النار. هذا جبهات أخرى قالت أن وقف إطلاق النار سيكون لصالح الجانب الروسي الذي سيواصل قصفه لخصوم الرئيس بشار الأسد، وبالتالي لا أعتقد أن هذا المؤتمر وصل إلى نتائج. أهم ما فيه المصافحة التي شهدها هذا المؤتمر ما بين بوجي يعلون أو موشا يعلون وزير الدفاع الإسرائيلي، وبين الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق. ومع ذلك انصحب عدد ووجه لاحقا الفيصل تركي الفيصل انتقادات لإسرائيل
قائلا لها أن الشأن الفلسطيني ما يزال هو العقبة الأساسية في مواجهة السلام. في الاتجاه الآخر هناك مناورات، وهذا الأمر بالغ الأهمية والخطورة، تشهدها السعودية الآن وتضم 20 دولة. رعد الشمال. رعد الشمال، وتسمية رعد الشمال لها مدلولة هامة جدا. الشمال هو سوريا، سوريا هي الشمال دائما. هناك 20 دولة تشارك بقواتها بما فيها مصر، عملية بما فيها مصر، وأهمها مصر، لأنه دول لا يمكن مقارنة القوات طبعًا المصرية بالجيش المصري بجيوش أخرى مشتركة في هذه المناورات. هي الأضخم من ناحية عملياتية، من حيث الأسلحة التكتيكات التي يتم استخدامها في هذه المناورات، وإعلان من السعودية بأنها أرسلت بالفعل طائراتها إلى قاعدة جيمس كليك في تركيا. قوبل ذلك برد روسي سريع بإرسال قطعات بحرية عليها واحدة من أحدث الصواريخ التي تستخدمها القوات الروسية. تصريح من رئيس الوزراء الروسي الذي تحدث عن عودة للحرب الباردة 1962 وقال مصادر روسية أنه مجرد الدخول البري من بعض الأطراف الأخرى لمساعدة أطراف ضد النظام السوري سوف تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة. إيران استنفرت، الميليشيات الشيعية التي تساند النظام أيضا استنفرت قواها. أنا أعتقد أنه مصر يجب أن تنأى بنفسها بعيدا تماما عن التورط في مثل هذه الحرب التي تتشابك فيها خيوط دولية عديدة. موقف المصري يستند ويرتكز على أسس ثابتة، أولا من الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة السورية على أراضيها، وعدم، لأنه في تصريح في غاية الخطورة كان قد صدر سابقا عن رئيس المخابرات الفرنسية، وصدر عن مشيع لون تصريح آخر يقول فيه أنه التقسيم على أساس طائفي هو مستقبل سوريا، واستخدم تعبيرات مثل من البيضة يمكن أن نعمل عجة ولكن من العجة لا يمكن أن نعمل بيضة، وهو يدعو إلى تقسيم على أساس طائفي، وقال أن إسرائيل تقف مع الدول السنية. هذا يعني جر الدول العربية إلى صراع مذهبي جديد سني شيعي، وهو أيضا ما يجب أن تنهى عنه مصر وتبتعد عنه كثيرا، لأنه لا مصلحة لنا في أن نخوض في مثل هذا الصراع المذهبي الديني الذي تدفعنا إليه قوى خارجية. في كل الأحوال الموقف في سوريا، رغم أن وكالة الأنباء السورية واستندت إليها وكالة أنباء روسية أن قوات تركيا دخلت، لكن بتفحص الأمر هناك ما لا يزيد عن 100 عنصر على عربيات عليها رشاشات خفيفة 14.5 ودوشكا، وهو لا يمثل تدخلا بريا حقيقيا، لكنها صرخة كما نعرف جميعا في الإعلام. وكالة الأنباء السورية تستفز الوضع قبل أن يبدأ، لكن لها مصلحة. بس عايز أقول عبارة واحدة لو سمحت يا أستاذ زلمي. تفضل يا أستاذ. تركيا أولا لها مصلحة في التدخل حتى تقمع الأتراك في سوريا الذين بدأوا بالفعل ينفذوا حكما ذاتيا مخافة أن ينتقل ذلك بالعدوى إلى حزب البي كي كي الذي يمثل الأكراد في تركيا، وهم أقلية كبيرة للغاية، يمثل حوالي 12% من تركيا، وله مصلحة في ضرب، هو يدخل تحت غطاء أنه سيضرب داعش لكنه في الحقيقة سيحاول أن يضرب القوى الكردية في سوريا. من جهة أخرى أنا أتشكك وسأبني مقول يعني وجهة نظر حول إمكانية أن تكون تركيا مورطة في جر السعودية إلى مثل هذه الحرب، وهناك مشروع لتفكيك سوريا، لدي تسجيل صوتي للأمير طلال بصوته يقول يتحدث عن احتمالية تفكيك المملكة العربية السعودية، ربما يكون توريط سوريا في مثل هذه الحرب وضعها في مواجهة رأس برأس في مواجهة روسيا الاتحادية، قد يكون هذا مقدمة لمشروع لتفكيك السعودية وصعود تركيا لتمثل ما يسمى بالسنة أو بالأغلبية السنية في العالم العربي والعالم الإسلامي، وهي مخاطر أيضا تحدق بالسعودية والتي يجب أن ننبهها من هذه المخاطر. لكن أنا التصريحات الوزير الخارجية السعودي الجوبير أعتقد امبارح أو أول امبارح فيها بعض التراجع عن يعني بيتكلم مرة أخرى عن الحل السلمي، وأنه هذا التدخل لن يكون إلا في حال فشل الحل السلمي، وبالتالي يعني أظن أنه يعني في بعض الحلحلة أو التغير في الموقف السعودي. يعني نتمنى ألا يتورط الجانب السعودي في مثل هذه الحرب، وأن لا يكون الهدف هو في تعبير للسيد جوبير يقول فيه أنه لا بشار الأسد بعد اليوم. المشكلة هي مع الإرهاب في سوريا والإرهاب في ليبيا والإرهاب في مصر والإرهاب في العراق،
والإرهاب في كل المنطقة. المشكلة ليست فقط مع بشار الأسد، لأن اكتسى الإرهاب ثم ندع الشعب السوري يقرر مصيره بنفسه، ولا أحد يقرر نيابة عنه مصيره. دكتور سمير، يعني بصراحة إذا لم تشارك مصر في هذه الحرب البرية أو التدخل البري، هل وقتها سيأخذ الحلفاء، وأنا هنا بتكلم على علاقات استراتيجية مهمة بين مصر والمملكة السعودية والإمارات، هل هنا الحلفاء سيأخذوا على الموقف المصري أنهم لم يدعموا أن مصر اللي الرئيس قال فيها مسافة السكة، أن مصر اللي قالت أن أنا مستعد أعمل كل حاجة، أن مصر لم تساند الحلفاء في ضرب الإرهاب، وأنا هنا مش هتكلم على بشار الأسد، أنا هتكلم هنا على ضرب الإرهاب وضرب داعش التي تهدد المنطقة بأسرها؟ يعني حضرتك طلبتي يعني أتحدث بصراحة. بصراحة أنا بكلمك طبعاً طبعا الموقف السعودي والخليجي سوف يتأثر من الموقف المصري، لأنه يعتمد في الأساس على أو يحاول أن يعتمد على الموقف المصري، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحا في العلاقات الاستراتيجية. هناك مساحات للاتفاق الاستراتيجي، وهناك نقاط للاتفاق يجب أن تكون واضحة. عندما قال الرئيس السيسي أننا على مسافة السكة، كان يعني ما يقول أن مصر مستعدة للدفاع عن دول الخليج إذا ما تعرضت لاعتداءات خارجية. لكن الأمر في سوريا مختلف تماما. الزج بنا في صراع دولي كبير سوف نختصم فيه مع قوة دولية كبيرة ونكون حلفاء لدول أخرى، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. إذا كانت هناك ضرورة للتدخل البري ضد الإرهاب، فأولى بنا يسمح لنا أن نتدخل في ليبيا، وهي تشكل الخطر الأساسي على الأمن القومي المصري وليس سوريا. ليدخلهم سوريا وليسمحوا لنا بدخول ليبيا وليس. بالمناسبة اليوم يا أستاذ لميس، أنا كنت معك في البرنامج في مثل هذا اليوم قبل عام عندما ذبحت داعش 21 مصريا، وقام الرئيس السيسي في اليوم التالي بتوجيه ضربة جوية. تركيا لمتنا، والسودان اعترضت على ما قمنا به، وقطر دعت إلى إدانتنا، والولايات المتحدة منعتنا من أن نستكمل ذلك. إذا مواجهة مع الإرهاب فلنقسم الوظائف، ادخلوا أنتم سوريا ودعونا ندخل نحن إلى ليبيا لنحقق الأمن القومي المصري والعربي وضد نفس الإرهاب. داعش الموجودة في سوريا والعراق هي نفسها الموجودة في ليبيا، ولا فرق بين داعش ليبيا وداعش سوريا وداعش العراق. إذا هناك مبرر للدخول فليكن الدخول في ليبيا وليس في سوريا. بشكرك دكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية وطبعا النائب في البرلمان المصري. أظن أن الكلام عاقل جدا، يحلل الموقف المصري. نرجو بس أنه المحللين على في كافة الأطراف ما يحاولوش تعقيد الموقف. قد الحلفاء ممكن يختلفوا في بعض المواقف، لكن هذا لا يعني أن هم بتفترق بهم الطرق. ممكن يختلفوا في مواقف سياسية أو مواقف عسكرية، ولكن لا تفترق بهم الطرق. مصر ستستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 4 إبريل بإذن الله. طبعا يعني ملك سلمان ده بالنسبة لنا يعني شقيق ودولة عظيمة. مصر والعلاقات المصرية السعودية هي علاقات وطيدة جدا. نذهب للشق الاقتصادي، والحقيقة أن الشق الاقتصادي بيشغلنا بشكل أو بيشغلني أنا شخصيا وهذا البرنامج بشكل أساسي في هذه المرحلة، لأن إحنا يعني مدركين أن إحنا في أزمة اقتصادية، لكن ما يزعجنا أكثر أن أحدا لا يتحرك سوى البنك المركزي. البنك المركزي الحقيقة عمال يجري مجموعة من الإجراءات، في عدد من الإجراءات الاحترازية، في هنتكلم دلوقتي على تخفيض حدود السحب في الخارج، ممكن دي تكون مزعجة بالنسبة للبعض، لكن يعني في أوضاع لازم نواجهها، في أوضاع لازم نواجهها. ما يزعجني أنه أنا لا أشعر أن الحكومة على نفس القدر من القلق، على نفس القدر من الإحساس بأنه هناك أزمة بالفعل، وأنه في عندنا مشكلة وعلينا أن احنا نواجه هذه المشكلة النهاردة. والحقيقة لا بنشوف إجراءات، غالبا الحكومة منتظرة أنها تعلن بيانها، وهي مشغولة جدا بقصة البيان أكتر من قصة ماذا سنفعل مثلا لتحسين مناخ الاستثمار. ما فيش كده، هو احنا مشغولين بالبيان، هنعرض البيان ازاي، هنقابل مين، النواب اللي هنقابلهم علشان الحكومة تقدر انها
تعمل لوبينج علشان النواب، ده كله جميل، لكن ماذا عن الإجراءات؟ والنهاردة رئيس الوزراء استمر في مقابلاته مع رؤساء التحرير وبدأ أكثر وضوحا في قضية الإجراءات المؤلمة أو الإصلاح، وهو بالضبط ما قاله لنا الدكتور أشرف العربي بالأمس، أنه قضية التسعير هتكون واضحة في ميزانية 2016-2017، أي أن هذا العام قد يشهد رفع جديد للدعم عن الكهرباء، رفع جديد للدعم. الكهرباء هي شغالة يعني كل سنة في رفع عن الدعم، المية، الغاز، كل الخدمات كلها، التسعير والتسعير الاقتصادي، نحن نرجع للأشياء بأسعارها الحقيقية، وده معناها أنه رفع للأسعار ورفع للدعم عن هذه الأمور. لكن خلوني أقول لكم بعض ملامح ما قالته المجموعة الاقتصادية النهاردة اللي أنا ما فهمتش منه حاجة. يعني آدي هو 1 2 3 بيان من 3 صفحات. شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على أهمية استكمال الجهود الخاصة بتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية، العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ضرورة العمل على تفعيل الخريطة الاستثمارية التي تم إطلاقها والتي تضم الفرص الاستثمارية الواعدة، أهمية الترويج لتلك الفرص الواعدة وتوضيح وسائل التواصل في حال رغبة المستثمرين. يعني إيه توضيح وسائل التواصل في حال رغبة المستثمرين؟ ضرورة العمل على تبسيط إجراءات الاستثمار. في الجانب الآخر هو بيقول ضرورة العمل على تبسيط مناخ الاستثمار وإجراءات الاستثمار، وبعدين وزير الاستثمار يستعرض إجراءات تبسيط قواعد الاستثمار، وبالتالي واضح ان القواعد دي ما نفعتش. فهو بيقول يعني بيقول الكلام متناقض، كلام ضد بعضه في نفس البيان. يعني منين الوزير بيقول لهم ادي الاجراءات اللي خدناها عشان نبسط اجراءات الاستثمار، ومنين بيقول ضروره كذا؟ دراسه شامله لاعاده هيكله الشركه القابضه لاستصلاح الاراضي، جهود وزاره الاستثمار للحد من الاثار السلبيه لمعوقات الاستثمار، استعراض الخطوات المتخذه لتبسيط اجراءات الاستثمار ومنها قانون الاستثمار الموحد اللي طبعا ما عملش اي حاجه، انشاء النظام الالكتروني، التاسيس الالكتروني اللي تم الانتهاء منه من المرحله الاولى منه، اللي برضه يا دوبك بياسس الشركات والشركات بعد كده ما بتشتغلش. شدد رئيس الوزراء على ضرورة إنهاء شكاوى المستثمرين السياحيين، وغدا في لقاء مع المستثمرين السياحيين. أنا مش عارفة يعني هل دور المجموعة الاقتصادية أنها تشدد وتؤكد وتناشد، بتناشد مين وبتشدد على مين وبتؤكد على مين؟ أنا بأسف، بس هذا بيان لمجموعة لا تعي الوضع اللي احنا فيه، لا تعي الأزمة اللي احنا فيها، ولا وبيان لا يوحي على الإطلاق بأن احنا عندنا إجراءات واضحة. هل كل ده هينتظر ان احنا نعلن بيان الحكومة؟ يعني اللي قدامي ده لو هو ده بيان هيشابه، هيبقى هو شبه ده اللي هيعرض، بصراحة مفيش داعي ان الحكومة تعلن بيان، لانه واضح كده ان مفيش اي حاجة، مفيش اجراءات، لا اجراءات ولا جدول زمني ولا في اي معلومة. شدد واكد وفعل وبعدين، ده اول شيء. تاني حاجة البنوك المصرية، خلوني اكلمكم بقى في الاخبار. البنوك المصرية النهاردة أعلنت، مش أعلنت، هو بقالنا فترة الحقيقة وابتدى يتم إعلان العملاء من أصحاب الكريدت كاردز والكريدت والديبت اللي هي الدائنة والمدينة بأنه هذه الإجراءات بتخفيض خط، بتخفيض حدود السحب على بطاقات الائتمان في الخارج. يعني انت وانت مسافر كان حدود السحب مثلا لها حد معين، حدود السحب دي هتنخفض الى حدود اخرى. البنك الاهلي، في عدد من البنوك بدات بالقيام بهذه الاجراءات وابلاغ عملائها بهذه الاجراءات، منها مثلا اتش اس بي سي، عوده، الامارات، دبي الوطني، اعتقد كمان البنك الاهلي، العربي الافريقي، عوده، بلوم، المشرق، عدد كبير من البنوك. يعني مثلا البنك الاهلي هيزود كمان الفايده على
الكريدت كاردز، يعني كانت مثلا لو كانت الفايده كانت 2% او 2.5%، الفايده هتبقى 3.5% على استخدامك للكريدت كارد وانت في الخارج. حدود السحب، بطاقات الخصم، الجدول معانا اهو على عهده المال، واحنا بنشكرهم على هذا الجدول. يعني تراجعت حدود السحب اليومي الكاش يعني من 8000 جنيه الى حوالي 200 دولار، يعني 1600 جنيه يوميا، 20000 جنيه بحد اقصى 10 حركات في بطاقه الائتمان، وطبقا بقى لبطاقات الائتمان المختلفه، يعني الجولد غير الكلاسيك غير البلاتينم، كل بطاقة بيختلف حد السحب بتاعها في الخارج. وبالتالي الكاش هيتم تخفيض حدود السحب، وده طبقا طبعا لعدد من البنوك المصرية مش كل البنوك، هيتم تخفيض حدود السحب الكاش، ان انت تسحب كاش من الخارج. واما بالنسبة للمشتريات، في بنوك حددت الحد الاقصى للمشتريات في اليوم وفي الشهر، وفي بنوك اخرى قررت انه لا، لسه حدود المشتريات مفتوحة وما فيش اي تدخل في حدود المشتريات. ده بالنسبة للبنوك المصرية. طبعا ده ليه؟ سببه الوحيد هو انه نقص الدولار في الاسواق المصريه في البنك المركزي، وبالتالي الدولار اللي موجود في البنوك ده مدعوم، الدولار اللي انت بتشتري بيه في الخارج ده دولار مدعوم، لانه بيتعامل بنفس ب 7.73، وبالتالي هو دولار مدعوم. تفضل الدوله المصريه ان هذا الدولار المدعوم يذهب للسلع الاكثر والاهم، والمشتريات بقى يا اما انت تاخد معاك فلوس كاش، بس طبعا فلوس كاش دي هتبقى صعبه برضو، لان انت هتاخدها وتقدر تدخل بيها البلد الثانيه امتى، او ان حدود السحب تبقى ضيقه، او ان يبقى معاك كذا كريدت كارد من كذا بنك، فتقدر ان انت تنوع من مشترياتك، ده اذا كنت تقدر يعني عايز حدود اعلى من كده. ايضا لانه اكتشف على مدى الشهور الماضيه، على مدى عدد من الشهور الماضية، ان في ناس بتاخد الكريدت كارد ده تذهب الى جهة واحدة وتشتري او تسحب يعني بقيمة كبيرة، بتسحب الدولار بقيمة كبيرة وبتسحب كمان تذهب الى جهة واحدة، ويعني في عمليات فرود اكتشفوها في هذا الامر. اذا حدود جديدة وسقف جديد للسحب الكاش في الخارج، وايضا ل الكريدت كاردز والمشتريات في الخارج. معي على الهاتف الأستاذة النائبة باسنت فهمي، عضو مجلس النواب ورئيس شركة المشهورة للاستشارات المصرفية. سيادة النائبة مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، ازيك يا أستاذة؟ يعني ده الحقيقة خبر ممكن يكون مقلق للبعض، لكن تفسيرك ليه ايه؟ وهل يعني لابد من هذه الإجراءات؟ لا طبعا، اي كريدت كارد بيسدد بالجنيه المصري، انا طبعا متفهمه لهذه القرارات وشايفه انها منطقيه، واكيد البنوك كانت بتراجع وتتابع بعض التحركات الغريبه، لان زي ما تفضلت حضرتك ممكن جدا تكون تمت فيها عمليات مريبه، لكن بشكل عام احنا ما نقدرش ننكر ان عندنا ازمه في الدولار، ولذلك انا بأناشد البنك المركزي والجهاز المصرفي ان يبقى عندنا خطه واضحه ازاي هنبقى الاحتياط. اهم حاجه حضرتك لازم تشوف طرق غير تقليديه لرفع الاحتياط. طيب. الدولارات معروفه فين؟ يعني اكبر مبالغ بتجيلنا دلوقتي او المفروض انها تيجي هي اللي بتيجي من العاملين في الخارج. طيب لازم نشوف خليكي معايا بس دكتوره، لانه لدي خبر اخر، هو ان المركزي اصدر تعليمات برفع الحد الاقصى للايداع الدولاري لشركات التصدير الى 1,000,000 دولار شهريا، حتى تتمكن من فتح اعتمادات لاستيراد مستلزمات الانتاج، بشرط ان تودع الحصيله التصديريه بالدولار في البنوك خلال 3 اشهر. ده خبر مهم جدا ايضا، انه ده خبر ممتاز. وده خبر ممتاز، احنا كده بنرفع الحد الاقصى للايداع الدولاري مرة أخرى. احنا عارفين ان الإيداع الدولاري كان الحد الأقصى اترفع فيه بقى 250,000 دولار شهريا، دلوقتي بالنسبة للشركات التصدير، الشركات اللي بتصدر، يبقى تقدر انها تاخد حصيلة التصدير دي تضعها بحد أقصى 1,000,000 دولار شهريا، تقدر تفتح بيها اعتمادات بشرط ان تودع الحصيلة التصديرية بالدولار في البنوك خلال 3 اشهر. اتفضلي يا دكتور. خبر ممتاز، بس يا ريتو كان وسعوها اكثر، لانه طب ليه 1,000,000 ما يبقى اكثر وبنفس الميكانيزم، لكن ما علينا، ده خبر ممتاز. الشيء الثاني اللي مهم
احنا النهارده اكبر مصدر للعمله الاجنبيه بالنسبه لنا هيكون العائد الشفاف. ولذلك انا بطالب البنك المركزي والجهاز المصرفي هم يشوفوا وسائل قانونيه فنيه، وانا متاكده فاهمين انا بقول ايه، يروحوا يجيبوا الفلوس دي ويدخلوها جوه الجهاز المصرفي. لا يعني ايه، معلش يا دكتوره، يعني ايه يروحوا يجيبوها؟ ما هو ده صعب جدا. احنا في سوق حر، لو الشخص او العميل ما حسش بامان ان هو يضع الفلوس مش هيحطها، هنروح نجيبها ازاي؟ لا بصي حضرتك، هما بيحصل ايه، خلينا عملي، بيحصل ايه دلوقتي؟ شركات الصرافه بتروح الخليج تدفع لهم اكثر شويه، ياخدوا منهم الدولارات يبقوها بخيار العالي، ده حضرتك فاهمه. احنا مش هنعمل كده، لان في اساليب فنيه مصرفيه تقدر، يعني انت بتروحي لتقديم الخدمه هناك بدل ما تنتظري وتمصر يسبقوكي. يعني انا مش عايزه افوت في، لازم يكون في، لا يكون في ادوات تشجيعيه، لكن ان احنا نروح مش هتقدري تجبري الناس على تحويل فلوسها وهي مش عايزه. هم ليه بيدوا لمصر؟ لانه في حاجات تشجيعيه زي ما تفضلتي حضرتك، لكن انا متاكده انهم يقدروا يشتغلوا بالطريقه دي افضل بكتير، علشان ما نقعدش نلف وندور حوالين نفسنا. هو ده المصدر الوحيد دلوقتي الكبير، لانه زي ما حكى على السياحه تعبانه، قناه السويس. انتوا هتعملوا ايه في مجلس النواب يا دكتوره؟ يعني هتعملوا، هل لديكم اقتراحات، تعديلات تشريعيه، هتعملوا ايه لما تسمعوا بيان الحكومه؟ والله شوفي حضرتك، يعني انا شخصيا مع المجموعه الاقتصاديه بدينا نشتغل من فتره، يعني مش مستنيين حتى ان اللجان تتكون، وفي افكار كثيره، لان لازم كلنا نساعد ان احنا نعدي المرحله دي، مرحله حساسه وخطر جدا، فلازم نعديها. في وسائل كثيره لاعاده النظر في اسلوب اداره السياسه النقديه، في اسلوب اداره السياسه الماليه، وحاجات يعني احنا عارفين مش هنالف، الناس كلها بتشتغل كده. يعني انا شخصيا ابتديت اشتغل بقالي فتره على الموضوع ده، لاني عارفه انه هيتفاقم نتيجه الظروف العالميه ونتيجه ظروف المنطقه والحروب اللي احنا فيها، فكان لازم ان يبقى في افكار تساعد الدوله بحد ما انها تتخطى هذه المرحله. دي من ناحيه لو بتكلمي حضرتك على مجلس النواب، لكن انا برضو بكرر الجهاز المصرفي والدوله، بس حضرتك تفضلت الحكومه عليها دور، مش انشا هتعملي ايه علشان تقدري توفري الدولارات، سواء بانك تخفضي انفاقك من الدولارات انت كحكومه، او انك زي ما عملوا من فتره قريبه وباعوا ارض ب 3 مليار دولار. في طرق كثيره تقدري تزودي بيها مصادرك بحيث انك تعدي بس المرحله الحرجه دي. شكرا دكتوره بسنت فهمي، شكرا عضو مجلس النواب ورئيس شركه المشوره للاستشارات المصرفيه. معايا ايضا الاستاذ احمد عزت المتداول باسواق النقد. استاذ عزت، يعني الوقت الدولار طيب لحد ما يرجع لنا تاني، الدولار النهارده وصل في السوق السوداء الى 9 جنيهات، للبيع وللشراء اعتقد ان هو تعدى 9 جنيهات. ايضا الحقيقه انه في خبر اخر، انه امبارح انا كنت قلت لكم انه عدد من شركات الطيران الاجنبيه بتدرس او يعني بتتحدث مع الحكومه انها قد تضطر الى وقف تعاملاتها مع مصر والى وقف يعني رحلاتها الى مصر في حال عدم تحويل ارباحها للخارج. خلوني اكون اكثر دقه بقى، انه المدير الاقليمي لاير فرانس وكي ال ام زار وزير السياحه بالامس وتقدموا له بخطاب رسمي، يعني بيتحدثوا فيه ان هو ان لديهم ارباح في البنوك المصريه 95 مليون جنيه، ده رقم مش كبير خالص. هم اوريدي بيخسروا، بيقولوا ان هم بيخسروا من وقت ثوره 25 يناير، وان هم ومع ذلك متمسكين بالسوق المصريه وعندهم رحلات يوميه الى مصر بالذات اير فرانس، ولكن عدم تحويل الارباح مزعج بالنسبه لهذه الشركات، بالنسبه كمان للهيد كورتس بتاعتهم في فرنسا او بالنسبه لشركه كي ال ام، وبالتالي يعني بيقولوا انه بدون تحويل هذه الأرباح سنضطر إلى إيقاف عملياتنا في مصر. السيد وزير السياحة بيتفاوض الآن مع محافظ البنك المركزي على تقسيط هذه الأرباح على دفعات، سواء مثلا على فترة 6 أشهر أو 4 أشهر، خاصة أن في شركات أخرى بيتم السداد ليها زي شركة الإمارات، طيران الإمارات وغيرها، ولكن الخلاف دلوقتي على السعر اللي هيتم بيه التحويل، هل هيتم بيه تحويل هذه الأموال
الأموال أو هذه الأرباح بسعر البنك، وده اللي طالباه طبعا الشركات عشان ما يحصلهاش ديفالويشن وخفض في أرباحها، ولا هيتم بتحويله بأسعار أخرى. الأستاذ أحمد عزت متداول بأسواق النقد، مساء الخير يا فندم. يعني وضع الدولار في السوق انتوا شايفينه ازاي؟ وهل وضع حدود على السحب النقدي ده اجراء بيحصل في دول كثيره، يعني عندما يكون هناك شورتج او يعني ضغط على العمله في البلاد؟ طيب خلينا نتكلم الاول عن اللي حضرتك تفضلت بيه وعن شركات بعض الشركات الاجنبيه العامله في مصر. لما قدمت شكاوى للوزارات المعنيه حول تحويل ارباحها الى الخارج، طبعا الشركات، ويمكن تكرر الموضوع من كام يوم مع جنرال موتورز، وفي مراوغه كده مع الحكومه ان هي اعلنت عن ايقاف الانتاج لمده اسبوع واستئنافه يوم الاحد اللي فات. زي شركات الطيران بالظبط، الشركات دي اشتغلت في الاقتصاد المصري فتره طويله، حققت ارباح بمعدلات اعتقد اعلى من مسيرتها في يعني في دول كثيره في المنطقه في فتره كبيره، خصوصا من قبل 2012 كانت تستطيع الشركات دي تحويل ارباحها الى الخارج. طبيعي ان اي اقتصاد يمر بازمه نقد اجنبي وازمه عمله صعبه، اعتقد ان هي من الازمات اللي بنمر بيها النهارده هي ازمه في المقام الاول. أزمة صعبة جدا. الشركات زي ما حضرتك تفضلتي ما اعتقدش ان هم يوقفوا رحلاتهم لمصر ولا حاجة، كلها يمكن إجراءات أو محاولة ل يعني استغلال الفرصة أكتر في يعني الحصول على مكاسب، وإن كانت مش مكاسب. لا مش فاهمة، معلش أنا مش فاهماك بالظبط، معلش. طيب إيه؟ لا مش فاهمة حضرتك قصدك ايه، مين اللي بيحاول يحصل على مكاسب؟ لا يعني الاجراءات اللي بتقوم بها الشركات دي ممكن تكون يعني الامر مش بالتعقيد دوت، ان هي مش قادرة تحول فلوس. طبيعي ان اي اقتصاد ممكن يمر بازمة نقد اجنبي، لكن الشق الثاني من سؤال حضرتك عن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، اتفضل. ده نتيجة لزيادة حد الايداع الدولاري لدى البنوك، احنا يمكن زودناه 5 أضعاف، وكان في قرار النهارده كمان. فلا يعني كل دوت اللي ضغط على السوق السوداء، زياده الطلب في السوق السوداء هو اللي وصل السعر للمستويات دي. بخصوص السحب النقدي او المشتريات بالخارج عن طريق بطاقات الائتمان او بطاقات الحسابات المدينه الديبت كارد سيل عن البطاقات اللي تصدرها البنوك المصريه، ده طبيعي لان احنا برضه بنمر بازمه مش قليله. صحيح. التحولات المصريين بالخارج تراجعت بشكل كبير، اتخلق لها سوق موازي، ايرادات قناه السويس بتتراجع، استثمارات اجنبيه مباشره في بيئه استثماريه وماليه لا تتسم بالشفافيه، طبعا ما فيش استثمارات اجنبيه مباشره. ايرادات السياحه تعرضت من اكتوبر لديسمبر لضربات قويه جدا، فبالتالي موارد النقد الاجنبي متراجع بشكل كبير. نعم متراجع بشكل كبير. بشكرك استاذ احمد عزت متداول باسواق النقد. خلوني بس اقول، طب ناخد هذا الاتصال. زميلنا سيد جبيل رئيس القسم الاقتصادي في الوطن، واظن ان كان في النهارده كان رئيس الوزراء في لقاء مع عدد اخر من رؤساء التحرير، وانتوا ناشرين خبر على الموقع الان بيتحدث عن اعاده هيكله الدعم مره اخرى والاجراءات المؤلمه، وبدات الاجراءات المؤلمه، خطه لزياده الاسعار في الخدمات والجمارك، وطبعا كلام، وكان ده كلام وزير التخطيط بالامس لدينا. تفضل يا استاذ سيد، الخبر ده او ما قاله السيد رئيس وزراء لرؤساء التحرير. لا الحقيقه ما كنتش حاضر لقاء رئيس الوزراء مع الساده رؤساء التحرير، لكن هو اللي قاله. احنا بنينا المنشط بتاعنا النهارده على تصريحات رئيس الوزراء امبارح اللي كررها اكثر من مره، ان احنا مضطرين ان احنا نتخذ اجراءات مؤلمه وليس لدينا رفاهيه الوقت للتلكؤ في تنفيذها او تاخيرها. فسعينا احنا النهارده ان احنا نحاول نتعرف على اهم اوجه او اهم الاجراءات اللي ممكن تتخذها الحكومه علشان تنفذ هذه السياسات
اللي اشار اليها رئيس الوزراء. يعني قول لي بالتحديد ايه هي الاجراءات اللي قال عنها السيد رئيس الوزراء. مش السيد رئيس الوزراء، الحكومه، برنامج او الحكومه، برنامج الحكومه اللي هي بتعتزم ان هي تقدمه، او على لسان مسؤولين بايجاز شديد جدا، الحكومه في ورطه وفي مازق تتمثل في تصاعد عجز الموازنه وتصاعد فاتوره الاجور والدعم، وشايفه انه الحل الاساسي عشان نخرج من عنق الزجاجه ان احنا نتخذ اجراءات مؤلمه. بعض اهم ملامحها ان احنا نعيد هيكله اسعار، من كلمه نعيد هيكله الاسعار يعني نقول بالبلدي كده ان احنا نرفع اسعار سواء الكهرباء لبعض الشرائح المرتفعه في المنازل، رفع الدعم عن الغاز المقدم لبعض انواع المصانع خصوصا كثيفه الاستهلاك زي الحديد وزي الاسمنت، ان احنا نعيد ممكن نرفع مره ثانيه اترفعت التعريفه الجمركيه على بعض السلع، ممكن انه يحصل طبقا لبعض مصادرنا في وزاره التجاره والصناعه ان تكون في زياده جديده على بعض السلع المشابهه خلال الفتره الجايه بهدف الحد من الاستيراد، وبالتالي الحفاظ على الجزء مواردنا المحدوده جدا من الدولار اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليها مع ضيفك من شويه صغيرين. كذلك الميه، في اتجاه للحكومه لرفع اسعار الميه ابتداء من يوليو المقبل، ودوت لانه الحكومه شايفه انه اسعار الميه الحاليه قليله جدا، يصعب انها تستمر في توفيرها بنفس الاسعار لفتره طويله، والاتجاه ممكن يكون اكثر لرفع المياه فيما يتعلق برضه للشرائح العاليه او للاستخدامات التجاريه والصناعيه. كمان عندنا الحقيقه اكثر من برضه في اتجاه الى رفع زي ما قلت لحضرتك اعاده الاسعار او اعاده النظر في تسعير بعض الخدمات المقدمه للمواطنين، خصوصا الخدمات اللي ما ارتفعتش من فتره طويله زي اصدار مثلا بعض شهادات الميلاد، زي بعض الخدمات اللي بيحصل عليها المواطن بفلوس قليله، فدي ممكن برضه يعيدوا النظر فيها، وفي الاغلب سوف تعرض على مجلس الشعب في القريب العاجل. بشكرك أستاذ سيد جبيل رئيس قسم الاقتصادي في الوطن. معايا أيضا الدكتور شريف الجبلي رئيس شعبة الصناعات الكيماوية غرفة الصناعات الكيماوية. دكتور مساء الخير يا فندم. يعني الخبر انه البنك المركزي قد رفع حد الاقصى للايداع الدولاري لشركات التصدير لمليون دولار شهريا، ده بالنسبه لكم بيمثل ايه؟ ده طبعا خطوه طبعا جيده جدا، لان دي هتفك ازمه كبيره بالنسبه للمستلزمات الانتاج. يعني المصانع اللي بتصدر في جزء في كتير منها بيستورد مستلزمات الخامات بتاعته من بره، فطبعا كان بيتاخر وبيستنى فتره طويله وطابور وفي كده، فطبعا النهارده كده هتسهل العمليه جدا، بالتالي هتوصل خامات بسرعه، هيقدر الشركات تشتغل على يعني رتم اسرع بكتير من الاول، وبالتالي الصادرات هتزيد، بدل ما كنا نستنى ثلاث اشهر هنستنى شهر مثلا. دوره الانتاج هتتحسن جدا بالنسبه للمصدر، لان اللي كان بيحصل انه الشركات اللي بتصدر ما كانتش يعني برغم ان معاها كانت حصيله دولاريه، لكن كانت ساعات ما بتدخلهاش البنك نتيجه الصعوبات بتاعه ان هو ان انا هخرجها ازاي، هقدر اخرجها ازاي عشان اطلع المستلزمات الانتاج اللي جايه لي على الجمارك. مظبوط كده؟ صح مظبوط. طبعا في شركات، انا بحاول بس ابسط الامور للمشاهد. طبعا الكلام ده مظبوط. طبعا دلوقتي مع القرار الجديد ده اللي هو طلع صدر النهارده، طبعا ده كان هيخلي جزء كبير من الشركات بحصيله الصادرات تخش البنوك، تخش القنوات الشرعيه بتاع البنوك، وبالتالي برضه هيزيد العمله الصعبه اللي داخله. ايه اللي مطلوب تاني يا دكتور؟ يعني ايه اللي مطلوب تاني علشان لتحسين الحركه، لان عشان نرجع الحركه مع في ظل الازمه اللي احنا عارفينها؟ والله بص هقول حاجه، طبعا زي ما قلت دي خطوه ايجابيه جدا، مليون دولار طبعا تعتبر خطوه كبيره. في حاجات معينه في القائمه اللي هو اصل الفلوس دي بتستعمل لمستلزمات انتاج اللي هي واضحه، مثلا بجيب خامه مثلا بلاستيك عشان مصنع بلاستيك، بجيب حاجات كده، انما في حاجات ثانيه، في مثلا زي حاجات مستلزمات انتاج، لو اعتبرنا الزراعه انتاج، ده قطاع انتاجي في مصر المفروض يدخله في القايمه
حاجات زي البذور زي المبيدات زي الاسمده دي مش داخله في القائمه اللي ممكن تستعمليها كمستلزمات انتاج. فلازم ندخل الزراعه لان الزراعه جزء كبير من الاقتصاد المصري النهارده واحنا عاوزين نوفر الغذاء بقدر الامكان. فلازم دي تخش في القائمه، دي مش موجوده في القائمه، مستلزمات الانتاج الخاصه للانتاج الزراعي بالزراعه دي مهمه جدا مستلزمات. يعني اتمنى لو السيد محافظ البنك المركزي سمعنا او حد من البنك المركزي، مستلزمات الانتاج الخاصه بالانتاج الزراعي وبالتصنيع الزراعي اكيد طبعا يعني. طبعا بالطبيعه بالتصنيع الزراعي طبعا اعتقد دي مهمه جدا انها تدخل في القائمه، لكن اظن ان ده تحرك مهم من البنك المركزي برفع حد الايداع الحد الاقصى للايداع الدولاري لشركات التصدير الى مليون دولار. بشكرك جدا دكتور شريف الجبلي. معايا ايضا الاستاذ ثانيه واحده جهاد الغزالي عضو المجلس الاستشاري لوزاره السياحه. استاذ جهاد مساء الخير يا فندم. اهلا بيك، اظن ان حضرتك كنت يعني في المفاوضات مع الشركات الاجنبيه الكيلام واير فرانس اللي ده مشكله تحويل ارباح. اتفضل. مدير الكلام استاذ عبد الفتاح لسه كلمني وجاب لهم بتاعت العز بتاعهم. لا الخط بيقطع استاذ جهاد، لو تظبط المكان بس لو سمحت. اتفضل. ان هم عايزين يوقفوا رحلات ده اخر يعني هم تاني لو سمحت. يعني انا ما بعتبروش تهديد، لكن اللي انا عايز اشرحه للسيد محافظ البنك المركزي والرئيس الوزراء ان الصناعه اللي احنا بنشتغل فيها دي صناعه حساسه جدا وبتتدهور. اذا كانوا فعلا عايزين يدفنوا نعش السياحه والطيران بمنتهى السرعه يتفضلوا يقولوا لنا واحنا بنسحب من السوق. لكن اللي بيحصل ان شركه فرنسا وكيل ام مع الاعلان هما الشركتين الوحيدتين اللي فاضلين بيطيروا وايد بادي اير كرافت، يعني طيران كثيره الحجم. بيطيروا 3 سبعات وايرباص 40 و300 ودي بتنقل حوالي 150 الف رحله لمصر في السنه. معايا حضرتك؟ سامعاك يا فندم. النقل دوت في شركات مش شركات اضافيه، شركات شارتر عشان الطيران عارف اللي هي فندور و حوالي 5 6 شركات تانية هتقف وراهم، إلى جانب إن هي فرنسا هي الشركة المتعاقدة على نقل الخبرة اللي بيعملونا في موضوع قناة السويس. زائد إن اللي هي فرنسا هي شركة الطيران بتطير طيارات جامبو اللي هي سيرفوكسل كارجو اللي بتنقل بعض المحتويات المطلوبة في توسيع التفريعة الثالثة أو استكمال مشروع قناة السويس. لما تيجي تضغط على الشركات هم إحنا طبعًا بطيران الامارات لو الدراع لا يعني بلاش لو الدراع ده اتفضل. هم بيقولوا ده السوق حضرتك. احنا يعني الله لا تمتلك 150 مليون دولار عشان تشجع شركات الطيران الاجنبيه انها تفضل متواجده. طيب ايه اللي مطلوب دلوقتي؟ اعتقد ان بكره في اجتماع مع ان السيد رئيس محافظ البنك المركزي يوفر 150 مليون دولار لمجموعه الشركات 50 مليون دولار واللي بتبدا تفاوض مع الشركات علشان نحول لها فلوسها لان دوت فائض عندهم من اكتوبر ومن اغسطس اللي فات. في حاله عدم تحويل هذه الفلوس الشركات اساسا بتتعامل وبتخسر في السوق المصري زي ما بيقولوا، والكلام ده يعني حرام نمسك وزير السياحه ونربحه بالسكين. الراجل بيخزن اقصى ما كنت امبارح كان معانا وقعد مع بصفتي عضو لجنه الطيران وواحد بيشتغل في السوق ده بقى له سنين طويله. احنا لازم كمان نثبت استابيليتي. خروج اير فرانس وكيلان ترانسافيا كوندور مجموعه شركات وراهم دوت بيقول ان مصر غير مستقره. هم الرساله الموجهه هتبقى صعبه على المدى الطويل طبعا. لا لو ده دي كارثه. لكن استاذ جهاد غدا في اجتماع في مجلس الوزراء مع عدد المستثمرين السياحيين، هل حضرتك واحد منهم؟ انا مستثمر طبعا حضرتك بس انا لا ادعى لان رايي ما بيعجبهمش. انا قبل كده حضرت مرتين ورايي كان حد ما متشدد من ان انا كنت بطالب على الاقل انت عايزه مستثمرين سياحيين يستثمروا يا مريس سالم في مصر. تمام؟ هنستثمر على ايه؟ على اراضي اوريدي اتصفت من 20 سنة وبيتباع المثل 2000 و3000 دولار متاخد بدولار. اللي عايز طب مصر فيها مشكلة اسمها مشكلة طب القانون. طب القانون اللي انت خصصت على اساسه الاراضي
اللي عنده 5 مليون متر وعنده 10 مليون متر، وطبعا يبقى وزير سياحه عشان يمثل وزير اللي ما عندوش متر، عايز يرجع الارض اللي ما بناهاش عشان تديها لمستثمر جديد يبني عليها. مصر ما فيهاش اراضي للاستثمار. نعم بشكرك استاذ. نعم بشكرك، الخط بس بيقطع. بشكرك استاذ جاد الغزالي عضو مجلس الاستشاري لوزاره السياحه اللي اكد لنا الخبر بتاع اير فرانس وكيالام. يعني الحقيقه انه المشاكل الاقتصاديه واسعه جدا. لازم اقول كلمه اخيره في هذا الامر، وهي انه يعني القضيه مش بس ان احنا التسعير مهم واعاده التسعير الاقتصادي مهم ورفع الدعم مهم، كل ده مهم مع حمايه طبعا المحدود الدخل وشبكه ضمان اجتماعي ده بلا شك، لكن على الجانب الآخر لابد من تحريك الاقتصاد. فكرة ان انا اتخيل ان الحل الوحيد هي الجباية والحل الوحيد هي الضرائب، وطبعا محتاجين نوسع القاعدة الضريبية، مش ارفع بس الضرائب، انا محتاجة اوسع القاعدة الضريبية لان في ناس كتيرة جدا في مصر ما بتدفعش ضرائب. فانا اذا كان يعني فكرة الجباية دي لا يمكن انها تكون الحل الوحيد. الفكره الحقيقيه يجب ان تكون انه تشغيل الاقتصاد، تشغيل الناس، الاستثمار، السياحه اللي يعني اللي هي كنز موجود عندنا وما فيش اهتمام. واتمنى ان السيد رئيس الوزراء بكره يكون عنده حلول واضحه، هو والسيد وزير الاستثمار وزير السياحه يكون لديهم حلول واضحه بكره للمستثمرين اللي هيقابلوه بكره. السياحه مهمه، الاستثمار مهم، دون حل هذه العقبات احنا الحقيقه في مأزق، والدولار ابو 9 ده ممكن ينط يبقى في مكان اخر. والحقيقه ان البنك المركزي هو الوحيد اللي بيشتغل، الوحيد اللي بيتحرك، الوحيد اللي عمال مزيد يعني كل شويه اليات مختلفه نتفق نختلف معاه، بس بيحاول ان هو ما يقدرش يطبع دولارات منين؟ ما يقدرش يطبع دولارات. فيعني لازم يكون عنده دولار عشان يكون عنده احتياطي، وما نقدرش نعتمد على المساعدات. هل هناك من يسمع ذلك؟ طيب سريعا قبل ما طيب خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنواصل هذه الأخبار سريعا حتى يصلنا السيد وزير الصحة، لكن نشوف كنا تابعنا معاكم شباب التعليم أولا، وهم عملوا مسرحية في نهاية الكورس أو نهاية الدورة اللي هم كانوا خدوها. خلونا نشوف هذه المسرحية ونرجع تاني. التعليم أولا مشروع انطلق بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف تنمية المهارات القيادية وبناء الشخصية واكتساب المعرفة لدى الطلبة الأوائل من مختلف محافظات الجمهورية في محاولة لتصحيح مفهوم التعليم عند الطالب، حيث احتفل المشاركون بتخرجهم بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع. احنا النهاردة معانا 84 طالب وطالبة أوائل الشهادة الإعدادية من كل المحافظات، من 27 محافظة، كل محافظة بعتت لنا 3. المنحة بتاعتنا كانت أسبوعين، أخدوا فيه حاجات كتير جدا. الأول أخدوا حاجات عن الشخصية، إزاي يتعرفوا على نفسهم، يعرفوا نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم. أخدوا English language computer skills، راحوا رحلات ترفيهية. في الأول ابتدينا بمعسكر في سقارة، المعسكر ده بصراحة يعني خلى الواحد يتعرف على نفسه من أول وجديد. لخصوا لنا يعني رحلة نجاح في الكام يوم اللي احنا قعدنا فيهم هنا. غيرت طريقة تفكيري، تعلمنا ازاي نتعامل مع الناس وازاي نكون ليدرز. مفيش حاجة اسمها صعبة، التجربة بتثبت المعلومة، وبالتجربة بتكتشف حاجات في نفسك انت ما كنتش شايفها فعلا. كان مشروع التعليم أولا قد بدأ فعالياته في العام الماضي بتدريب وتأهيل عددا من معلمي ومديري المدارس الرسمية للغات على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى للمشروع. المرحلة الأولى دربنا 7000 مدرس من المدارس التجريبية ومدير مدرسة، انتقلنا بعد كده المتفوقين علميا أوائل الشهادة الإعدادية، ثم المتفوقين في الرسم والمتفوقين في الموسيقى والمتفوقين في الرياضة. دي المرحلة القادمة، الإنسان هو أهم وأول محور في التنمية. احنا شعرنا في التعليم أولا البشر قبل الحجر. بدأنا فعلا في هذا المشروع تتعمل خطوات رهيبة جدا اتجاه هذا المشروع، وفي تأييد أيضا من معالي الدكتور الوزير وزير التربية والتعليم الدكتور الهيالي الشربيني، سواء كان بالدعم الإداري أو الدعم الفني في هذا المشروع، وبيتم هذا المشروع تحت رعاية وزارة التربية والتعليم. ربما يكون التعليم ضرورة أساسية لا غنى عنها، إلا أن تطوير أساليبه لا يقل في أهميته عن التعليم ذاته، حيث يمثل التحدي الأكبر أمام المسؤولين عنه. محمد سلامة، هنا العاصمة.
بكم من جديد. قصة جوليو ريجيني ما زالت تتصدر الصحف الإيطالية والأمريكية أيضا، والحقيقة إنه في اهتمام كبير جدا بهذا الشاب الإيطالي اللي قتل في مصر، ويعني أو لقي مصرعه في مصر في يوم 25 يناير الماضي، وهو اختفى من يوم 25 يناير الماضي، يعني ما نعرفش متى قتل. ابتدت تبقى فيه في الصحف الأجنبية يعني أخبار متضاربة. خبر جاء على لسان النيويورك تايمز بالأمس بيتحدث عن شاهد عيانه، بينسب الخبر لمصادر معلومات أو مصادر رسمية قالت إنه هو بالفعل تم القبض عليه عن طريق عدد من ضباط الشرطة، يعني البوليس قبض على جوليو ريجيني وإن هو اتاخد في هذا اليوم 25 يناير. لكن النهاردة صحيفة كوريرا ديلا سيرا الإيطالية نفت كل هذا الكلام وقالت انه تحقيقات الاجهزه الايطاليه كذبت روايه الشاهد الذي قال للنيويورك تايمز انه راى اختطاف جوليو ريجيني على يد الشرطه المصريه في 6 مساء من 25 يناير في الدقي. التحليل لرسائل ريجيني اللي على الموبايل بتاعته وعلى وسواء على الكمبيوتر او الفيسبوك او كده اثبت ان هو راسل خطيبته وصديقه الايطالي بعد ساعتين على الاقل أقل من موعد الاختطاف المزعوم. إذن كوريرا ديلا سيرا قالت إنه جوليو ريجيني طبقا للتحليل، وده الشرطة الإيطالية تحليل الرسائل الموجودة على الفيسبوك بتاعه أو الموقع اللي هو بيستخدمه تويتر أو فيسبوك، إن هو راسل صديقته وراسل أيضا صديق له بعد ساعتين من الميعاد اللي قال عليه الشاهد بتاع نيويورك تايمز. أيضا في مقال نزل في إحدى الصحف الإيطالية يتساءل لمين كان بيبعت جوليو ريجيني هذه المعلومات، وقال المقال الحقيقة المثير جدا للانتباه ان جوليو ريجيني اللي كان طالب في جامعة كامبريدج وجاء اعتقد عنده بعثة للجامعة الامريكية بيعمل زي سمستر ترانسفير او ابرود مع الجامعة الامريكية، انه كان مهتم جدا بدراسة المعارضة المصرية، وكان بيدرس أيضا وبيعمل ريسيرش، وده بعد استجوابات مع المدرسة بتاعته أو الزميلة بتاعته في كامبريدج واسمها مصري مها عبد الرحمن، بعد ما استجوبوها أيضا قال التقرير، والحقيقة ده تقرير مهم جدا، قال إنه جوليو ريجيني كان بيجمع معلومات عن كل فئات المعارضة المصرية لنظام الرئيس السيسي، وانه كان بيحضر اجتماعات لاتحادات العمال ونقابات العمال المصرية. واكتشف جوليو ريجيني ده طبقا للتقرير الايطالي، اكتشف انه هو تم تصويره في احد هذه الاجتماعات. لكن التقرير ايضا بيسأل هو ليه جوليو ريجيني كان بيحضر اجتماعات اتحادات النقابات المصرية المعارضة للرئيس السيسي، وكان بيسأل هل يا ترى هذه المعلومات كانت ضمن الريسيرش أو العمل البحثي الذي يقوم به جوليو ريجيني، ولا كانت هذه المعلومات، وده بيقترح التقرير إن ربما هذه المعلومات تم بيعها بشكل آخر لجهة أخرى، يعني وإنه جوليو ريجيني دخل في معترك السياسة المصرية، وإن المعلومات دي تم اتباعت لجهة أخرى معارضة لنظام الرئيس السيسي، ومن هنا دخل جوليو ريجيني في منطقة خطر بعض الشيء. كل هذه المعلومات على عهدة الصحافة الإيطالية، ماذا عن المصادر الرسمية المصرية؟ سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، سيادة اللواء مساء الخير يا فندم. مساء النور يا أستاذة لميس، أهلا وسهلا. حتى هذه اللحظة كل المعلومات جاية لنا من الصحافة الإيطالية يا فندم والصحافة الأجنبية، يعني ماذا عن المعلومات الرسمية المصرية؟ يعني هو المعلومات الرسمية المصرية لم تصدر بعد، ولأن أجهزة البحث ما زالت تعمل في هذه القضية. يعني هو زي ما كان قيل أن جوليو له كان علاقات مع الكثير من المواطنين المصريين، الناس دي بيتم مناقشتها وبيتم استجوابها،
بيتم تحليل كل هذه البيانات والمعلومات، وفي تحريات بتجرى. أجهزة البحث بتعمل بجدية في هذه القضية، الاستحواذت على اهتمام كبير وكثير في الداخل والخارج. يعني المعلومات اللي هي نشرت في الصحف الغربية دي كلها معلومات غير موثوق في مصادرها، ودي كلها ممكن تكون تكهنات، أما المعلومات الرسمية لم يصدر بها بيان بعد. بس يا فندم، إن إحنا ما يبقاش عندنا أي معلومات، ما هو دي نفس المشكلة اللي حصلت لنا في الطيارة الروسية، إنه مصر لا تفصح عن أي معلومات، ما فيش أي حاجة، وإحنا عندنا تحليل للتليفونات لتليفون جوليو ريجيني، تحليل لموقع الفيسبوك بتاعه والرسائل التي كان يرسلها لأصدقائه، كلام مع مها عبد الرحمن اللي هي المشرفة على رسالته أو الزميلة له اللي كانت بتشتغل معاه في الرسالة بتاعته في كامبريدج. يعني في شغل من الجانب الإيطالي وجانب الشرطة الإيطالية شغال، مدى دقته بقى دي قصة تانية، لكن احنا ما عندناش أي معلومات خالص. يعني اللي أنا عايز أقوله لحضرتك إن في فريق أمني إيطالي موجود ومازال داخل البلاد، وده اللي كان وصل عقب العثور على جثمان الشاب الإيطالي، والفريق ده متواصل مع الأجهزة الأمنية المصرية، ويتم إطلاعه على ما يتم التوصل إليه من معلومات نتيجة المناقشات ونتيجة الفحص. في تنسيق كامل وتعاون مع الفريق الأمن الإيطالي. لما هيبقى في معلومات مؤكدة ومعلومات حقيقية ومدققة هيتم التوصل إليها، سوف يتم الإعلان عنها. إنما كل ما هل لديكم تكهنات ان جوليو ريجيني ربما كان بيحضر اجتماعات؟ يعني المعلومات بتقول ان هو كان بيحضر اجتماعات اتحادات للنقابات كانت، يعني هل تصور جوليو ريجيني؟ الكلام ده كله حضرتك محل فحص ومحل يعني بحث من الاجهزه الامنيه، لان زي ما اشرت ان الاجهزه الامنيه لما تطلع بيانات لازم تطلع بيانات حقيقيه وبيانات مدققة وبيانات مدعمة بالأدلة والأسانيد. إنما كل ما قيل أو كل ما تردد هذه مجرد يعني معلومات صحفية، زي ما هو نشر برضه في بعض الصحف الغربية أن الشاب الإيطالي ألقي القبض عليه قبل اختفائه بيومين، وأن أجهزة أمنية أو رجال أمن ألقوا القبض عليه. والكلام ده طبعا إحنا كان مهم جدا إن إحنا نجلي الحقيقة فيه، فعشان كده صدر البيان بتاع الوزارة اللي هو نفي صحة مدى دراسته بعض وسائل الإعلام الغربية. وأيضا كان هناك يعني حضرتك بتقول لي أن جوليو ريجيني لم يتم القبض عليه نهائيا يا فندم من الأجهزة المصرية على الإطلاق نهائيا، لا 25 ولا قبل 25 ولا بعد 25؟ لا 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 يا فندم خالص. وبرضك النهارده واحنا يعني اجهزه الامن المصريه سالت الفريق الامن الايطالي عن المعلومات اللي نشرت في بعض الصحف الايطاليه، فقالوا ان المعلومات دي خدوها نقلا عن صحف اخرى. فالكلام كله كلام غير صحيح على الاطلاق. من حوالي 3 ساعات صحيفه ايطاليه نشر على موقع الوطن عندنا ان صحيفه ايطاليه بتكذب نيويورك تايمز. ما احنا قلنا الكلام ده. تمام يا فندم، بالظبط كده بنشرح الكلام بالظبط. اذا الكلام يعني بيتماشى مع البيانات اللي هي او البيان الصادر من وزاره الداخليه. عندما يكون هناك معلومات حقيقيه ومعلومات مدعمه بالادله والاسانيد واقع، سوف يتم الاعلان عنها. ووزاره الداخليه يعنيها في المقام الاول اجلاء الحقيقه في هذه القضيه التي استحوذت زي ما قلت على اهتمام كبير داخليا وخارجيا. هل في اشتباك اخر بين امناء الشرطه والاطباء في مستشفى بولاق؟ لا مفيش يعني مش كل مستشفى يبقى فيها خناقه يعني. لا 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 مش بالدرجات. لا ايه اللي حصل بالظبط يا سيدي؟ لا 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 هو مشاده كلاميه برضك علشان زوجه امين شرطه، وتم يعني التراضي والتصالح، وموضوع يعني بسيط جدا، مناقشة يعني واشتباك لفظي، إنما ما فيش حاجة خالص. بشكرك سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام. هناخد التقرير القادم عن
القمامة حول المدارس. والحقيقة إنه مدارس القاهرة وكل مدارس الحقيقة المصرية فيها مشكلة، عندها مشكلة في تكدس القمامة حول المدارس. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع تاني. انتشار مكثف لأكوام وتلال القمامة في شوارع المناطق الشعبية وأيضا أمام المدارس الحكومية. انتشار لهذه الأكوام كان سببا في تجمع الحشرات والقوارض فضلا عن إساءتها للمسار الجمالي. وكأن الأحياء والمحليات في غيبوبة تامة بعد أن تراكمت القمامة في مناطق عين شمس والحلمية والزيتون بالقاهرة وإمبابة والكتكات بالجيزة وعلى نواصي الشوارع وأمام أسوار المدارس. السكان مش ملتزمين، المفروض في ميعاد معين بيطلع فيه الزبالة، لا ده في أي وقت بيرمي الزبالة. يعني المفروض في العربية بتيجي تلم الزبالة بالليل، هو المفروض زبالته يطلعها بالليل أو الصبح، لا طول النهار الناس بترمي في الزبالة. الشركات اللي بيتعاقدوا معاها أو اللي كانت بتيجي تاخد الزبالة بتيجي يوم في الأسبوع وبقية الأسبوع ما بتجيش. طبعا الناس في الاهالي هنا بترمي الزباله بتاعتها من البلكونات، هيعملوا ايه؟ ما هو مش لاقيين حد بياخد الزباله. حاجه صعبه جدا، والواحد حتى ما بيلاقيش صندوق بيرمي فيه القمامه. ورغم فداحه مشكله القمامه، لكن جهودا شعبيه تجري من عدد من اصحاب المحلات لحلها. انا عندي اقتراح صغير جدا بالنسبه للحكومه. انا عندي صندوق زباله انا طلعته اهو، لو حضرتك تبص عليه. ده الناس بتدلق فيه وهي ماشيه مشكورا، وبشكر كل واحد بيحط فيها. لو هم وزعوا الصناديق دي عهده على كل محل والناس ترمي فيها، بس في شرط ان العربيه تعدي في اليوم 3 أو 4 أو 5 مرات تاخد من كل المحل، والاهالي يرموا فيها ما عندناش مانع. كل محل من المحلات دافع 2000 جنيه وعملنا الرصيد على حسابنا وبنينا حوض زرع. جم بيجوا بتوع الزباله يشيلوا باللوادر يكسروا الرصيد زي ما انت شايف كده، بعدلوا الدنيا. نيجي نتكلم مع الناس، الناس تتخانق معانا. مشكلة مستعصية، وتكاد الأجهزة الحكومية تقف عاجزة أمامها. القمامة في معظم الشوارع وتبحث عمن يزيلها. طارق أحمد، هنا العاصمة. اهلا بكم من جديد. من الواضح ان النهارده هنكمل كل حلقتنا اخبار. الوزير اتاخر علينا واحنا عندنا مواعيد، فبنعتذر عن استقباله، لكن هيكون عندنا تقرير عن مستشفيات الحكومه، وهنسمع نسمع راي الناس كلها في مستشفيات الحكومه وما يحدث في هذه المستشفيات اللي الحقيقه محتاجه تطوير بشكل كبير. لكن منذ يعني النهارده اعلن او اعلن الوزير الجيوشي سعد الجيوشي عن منظومه الامن والسلام في السكك الحديدية. معي على الهاتف أستاذ رضا أبو هرجة، رئيس إدارة مركزية للسكك الحديدية. أستاذ رضا، مساء الخير. النور يا فندم. المهندس رضا يا فندم. أهلا يا باشمهندس. هل دي منظومة جديدة للأمن والسلامة مع الاتحاد الأوروبي، ولا إحنا بنفعل المنظومة اللي كانت موجودة؟ هي المنظومة كانت موجودة عندنا. تم انشاء قطاع للسلامه في سنه 2008، بس واضح ان القطاع بصراحه ما كانش فاعل قوي يا استاذ رضا، يا باشمهندس رضا. وعشان كده مع الوزير شاف ان هو ينقل التكنولوجيا ونظم السلامه الاوروبيه لينا هنا، عشان خاطر تبقى متواجده معانا ولمده 24 شهر بمنحه من الاتحاد الاوروبي. ايه الجديد اللي دي منحة فقط من الاتحاد الاوروبي، لكن هل الاتحاد الاوروبي هيدخل معانا في تطوير هذه المنظومة؟ طبعا، هو المنحة من الاتحاد الاوروبي صحيح، لكن المنحة فلوس، لكن انا بتكلم على اسس التطوير. هل الاتحاد الاوروبي هيدخل معانا في تطوير هذه المنظومة ولا لا؟ عن طريق مملكة اسبانيا. عن طريق اسبانيا. اسبانيا هي اللي داخله معانا بخبرائها، وهي طبعا دوله تابعه للاتحاد الاوروبي. نظم السلامه في الاتحاد الاوروبي كلها في جميع الدول واحده، لان هم بيطبقوا المعايير كلهم عندهم حاجه واحده تبع الاتحاد الاوروبي. فالنظم كلها هتيجي، هيتراجع كل النظم اللي عندنا، شوفوا ايه الخلل اللي موجود. نظم التدريب هيتم استحداثها على احدث مستويات. في برامج جديده هتتعمل للصيانه داخل الورش لتدريب قائد القطارات. ورش عمل هتتم في كل المناطق على مدار 24 شهر.
انا اظن ان يعني هي الفكره مش بس انها يتم تطبيق نظم جديده، ولكن ان احنا نبتدي ان احنا كل العاملين في السكك الحديديه بقى يشتغلوا بهذه النظم الجديده ويتابعوها، مش ان هم يشتغلوا بيها شهرين وبعد كده خلاص. متابعه بقى والانضباط في كل العاملين بالسكك الحديديه. لا، ما هو ده البرنامج فعلا، يعني هو وجودهم معانا لمده 24 شهر، وعلى فكره هم بيزيدوا وبيستخدموا خبراء اجانب من دول الاتحاد الاوروبي، من كل دوله بيجوا وبيتابعوا وبيشوفوا وبيشوفوا ايه النقص الموجود، اللي عايز يتعدل بيتعدل طبقا للجان اللي موجوده، وبنطبق نظم السلامه على احدث النظم المطبقه عالميا. بشكرك مهندس رضا ابو هرجه، رئيس الاداره المركزيه للسكك الحديديه. والحقيقه انه يعني احنا جالنا منح من دي كتير جدا. المشكلة انه المنحة بتيجي بتصرف، قواعد الامن والسلامة بتتعمل، وبعد كده لا تستمر. حد بينام، حد بيهمل، مفيش انضباط، في احساس ان احنا كده كده هنقبض مرتباتنا. فكرة تطبيق القانون والانضباط والاشراف هو ده المهم، لان منح زي دي احنا الحقيقة جالنا من هذه المنح يعني عشرات قبل ذلك، وتنتهي الامر ان الفلوس بتيجي وبتتصرف في الصندوق الاسود. انا بسمي مصر الصندوق الاسود اللي بتصرف فيه كل الفلوس، لكن في النهايه لا يظهر شيء. خلونا نشوف هذا التقرير ايضا عن تسلم متضرري سيول اسكندريه. لو تفتكروا سيول اسكندريه كان طبعا مرت بفتره نواه وسيول، اخيرا تسليم المتضررين التعويضات في الاسكندريه. اضطروا لترك منازلهم بعد أن طالتها أضرار بالغة جراء موجة السيول، وضع دفع وزارة التضامن الاجتماعي إلى توفير مساكن بديلة لمتضرري منطقة شوتس بالإسكندرية. المساكن تم تجهيزها بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة. اشترينا في زاوية عبد القادر من المحافظة مجموعة من الشقق وأتحناها لسكان مخابئ شوتس والبدرومات اللي كانت غرقت، سكناهم بقالهم حوالي شهرين في زاوية عبد القادر، وأخدنا مناطق شوتس وتم ردم كل البدرومات اللي كانت غرقت واتقفلت منطقة في شوتس. النهاردة هنسلمه جزء من الأساس اللي احنا كنا تعاقدنا عليه. في عندنا أسر أخرى في اللبان وفي منتزه وفي حي شارق في بيوت مختلفة صدر لها قرارات إزالة ولازم إخلاءها. إحنا بصدد شراء عمارة علشان نتاحها اللي منازلهم صدر لها قرار إزالة واللي تأثرت في السيول اللي ضربت اسكندرية في شهر 11. وبالرغم من المشاكل التي تواجه المتضررين في منطقتهم الجديدة، إلا أن حالة من الرضا انتابتهم جميعا، خاصة وأنهم كانوا يعيشون في مساكن تغمرها مياه الأمطار من ناحية ومياه الصرف الصحي من ناحية أخرى حسب ما يقولون. المية كان عبارة عن متر وعشرين سنتي، ما جبناش حاجة خالص من شوس والله. الشقة كشقة منظر جعل نحمد الله فيها، الحوض والقاعدة والصفاية وكل حاجة، بس مش متبيضة خالص، وأنا ما معيش لا ولا مية راجل، ما قدرش أبيض. جابوا لنا دليب وسراير وبنجاز وتلاجة وغسالة وأوضة السفرة وتلاجة وكل حاجة. رغم إن هو ما اتبيضش وما اتعملش، بس إحنا كنا يعتبر فوق الممتاز. جهود كبيرة يثمن عليها هؤلاء بعد أن شملتهم رعاية الدولة وانتشلتهم من كابوس الأمطار الغزيرة وكارثة بيئية أحاطت بهم سنوات طويلة. هشام الرباط، هنا العاصمة. اهلا بكم من جديد. جالنا وزير الصحه دكتور احمد عماد، هي وجالنا متاخر فاحنا مش هنقدر نديله من وقتنا اكتر من 20 دقيقه. دكتور حضرتك اتاخرت. انا اسف ان اتاخرت، انا فعلا اتاخرت. هل ده مواعيد الاطباء دايما كده ولا ايه فن ولا مواعيد الوزراء؟ لا مش فيش اطباء، هي بس انا البرنامج اللي كنت فيه انه مشكله قوميه في البلد بتقوم فيها، فاخدني شويه وقت وانا اسف لجمهور حضرتك. طيب عموما مش هنقدر نديك اكتر من 20 دقيقه، بس عموما بسرعه عمري. شديده، ليه حضرتك ما اجتمعتش لحد هذه اللحظه مع الاطباء في مجلس النقابه؟ لا انا طلبته، طلبت ان احنا نقعد مع بعض.
انا طلبت ان احنا نقعد مع بعض، لكن هم الحقيقه ما جوليش، لكن انا طلبت ان هم يجوا يقعدوا معايا. هل النقابه طلبت التحقيق معاك وقالت انها تطالب باقالتك؟ هل حضرتك كطبيب ستذهب الى النقابه للتحقيق معاك؟ ما فيش حاجه اسمها كده، القانون ما بيقولش هذا الكلام، ما فيش حاجه في القانون كده اهوت ولا قانون النقابه بيقول هذا الكلام. انا ماسك منصب سياسي، واللي ماسك منصب سياسي لا يسائل كوزير الا من خلال البرلمان. لكن حضرتك طبيب في النهايه، فبالتالي لا، بس انا حاليا كطبيب ولا كوزير؟ كوزير، انا حاليا وزير وفي منصب سياسي، وما فيش حاجه اسمها مساله. اللي بيسالني هم البرلمان فقط. هل صحيح انه حضرتك عرضت على الاطباء ان ممكن تديهم عمره، رحله عمره او كده؟ حصل، كنوع من التربيه. مش انا لوحدي الحقيقه، ده انا والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخليه. هل حضرتك مش شايف ان دي اهانه للاطباء ان هو ما بعد ما يحصل لهم ما حدث ما عرضتهمش بهذا الشكل، تراضيهم بعمره؟ يعني ما حصلش الكلام ده كده. احنا واحنا في خلال ما احنا بنشوف لهم القصة القانونية من خلال سيد لواء مجدي بيه عبد الغفار وزير الداخلية، والسيد رئيس الوزراء، والسيد النائب العام، كل الناس بتعمل خطواتها في وسط المدة ديت. لما كنا عارفين ان في تحريات بتجرى عشان مع الامناء الشرطة عشان اذا كانوا يتحولوا للنائب العام مرة تانية في الفترة ديت، انا طلبت ان يبقى لغاية ما التحريات دي تخلص يحصل شيء من الطردية، الولاد يحسوا ان احنا مش سايبينهم، ما بنسألش عليهم، مستنين التحريات، والعملية طالت والمدة طالت. فأنا أنا اللي طلبت من السيد رئيس الوزراء، قلت له الأولاد يجوا يقعدوا معانا ويحسوا إن إحنا بنكرمهم، لأن هم تم الاعتداء عليهم في أثناء عملهم. بس أنت وافقت على تنازل الأطباء عن حقهم؟ لا لا أبدا أبدا. ما هم تنازلوا، هم في البداية لما تعرضوا لضغط تنازلوا عن حقهم. لا ما حصلش كده، هو اللي حصل وتنازلوا عن المحضر. لا ما حصلش كده، هو اللي حصل ان هم راحوا واحنا كنا متابعينهم في نفس اليوم، وكان معاهم المحامي بتاع الوزارة وكنا متابعين. حصل ان اثناء التحقيق طلع ورقه، جابوا الامناء الشرطه ورقه ان واحد منهم تقرير طبي انه اتكسر. معنى الكلام دوت ان هم بقوا كل واحد معاه ورقه في سجال، هم حسوا ان في هذا اليوم الكلام دوت ممكن يصل ان هم يتاخروا يقعدوا فتره اطول في الاسم، فخافوا ان هم يقعدوا فراحوا متنازلين. وانا فوجئت بهذا التنازل في الوقت ده. كنت انا كلمت السيد النائب العام ان يكون في ترفق بالاولاد في اطار القانون، ما يبيتوش بالليل، الدكاتره بيخافوا. وانا قلت الكلام ده، الدكاتره بتخاف تقعد في اقسام. طبعا هو ده، لان هو مش المفروض يعني الا لو كان الدكتور طبيب خصوصاً يعني، خصوصا ان هم تم الاعتداء عليهم وبعدين يجي يحصل حاجه زي كده ويجوا الامناء الشرطه. لكن لم يبدو موقف الوزير بصراحه، خليني اقول لحضرتك ان هو لم يبدو موقف الوزير داعما للاطباء في هذه الازمه، وبدا وكانك على الحياد كوزير سياسي وسايب الاطباء لوحدهم. انت حتى ما سالتش المستشفى اللي طلع منها، وهي مستشفى حكومي اللي طلع منها التقرير. ازاي بيجرى تحقيق في هذا المستشفى؟ بص حضرتك، هي القصه كلها في اطار قانون. المستشفى دي اللي حصل فيها كده بيحصل فيها تحقيق لكل العاملين فيها، تحقيق ده من قبل النيابه لجوه المستشفى، داخل المستشفى، عشان نعرف مين السبب في هذا الكلام. الأطباء لم يشعروا أن وزيرهم واقف معاهم بكونه طبيب، هم حسوا أن الوزير ارتدى قبعة السياسة والموضوع انتهى. أنا طبيب في الأول وفي الآخر، أنا جاي طبيب وأسرتي كلها أطباء، أنا طبيب وإخواتي ثلاثة أطباء، وإحنا كلنا متجوزين أطباء، إحنا ثمان أطباء وولادنا أطباء. أنا مش بعباءة الطبيب إزاي؟ أنا طبيب ابن طبيب. خلاص، ايه اللي ازعجك في اجتماع النقابه هذا المره اللي كان فيه الحقيقه حشد كبير جدا ما كناش متوقعين، ناس كتير ما كانتش متوقعه هذا الحشد؟ لا انا ما فيش حاجه ازعجتني من الاجتماع. الاجتماع ده ناس بتجتمع وده حقهم، وده دور النقابه انها تناقش المسائل الخاصه بالاطباء، ده لازم يتم. احنا كل ما في الموضوع ان القرارات اللي بتطلع لازم يكون بها رفق بهذه الدوله ورفق بالمرضى. انت شايف ان القرارات دي لم يكن بها رفق بالدوله؟ لا طبعا. ليه يا دكتور؟ لما يقولوا ان احنا هنقفل المستشفيات، اما هنعمل، لا هم ما قالوش ان هم هيقفلوا المستشفيات، هم يعني قالوا ان احنا مش سنلتزم بالعلاج المجاني فقط للمرضى. لا، وفي اضراب جزئي. لا هم ما قالوش اضراب جزئي، معلش يا دكتور انا قريت الكلام. وحتى حضرتك هذا الكلام لو احنا بنتكلم على العلاج المجاني ده اللي حضرتك بتقولي عليه، ده ما هوش كلام قانوني. يعني اننا النهارده اقول ان هم بيكشفوا للناس عوره انه كمان الدوله ما بتعالجش بالمجان. هم بيكشفوا ده، ما هو النقابات يا فندم، هي ده دور النقابات، بتدافع عن اعضائها. فحضرتك لو كنت في مثل هذا، ربما في مثل هذا الموقف يمكن كان قرار عجب. حاجه واحده بس، ان احنا النهارده يعني هل هذا القرار معاقبه للدوله؟
انا ما اعرفش حضرتك لسه. لما حضرتك بتقولي دلوقتي ان هم بيكشفوا للناس ان الدوله ما بتعاقبش بالمجان، كويس قوي. انا عايز اقول لحضرتك ان القطاع العلاجي المستشفيات العلاجيه التذكره بجنيه، بجنيه واحد. لا هما بيتكلموا على دخول العلاج. انا بتكلم مبدئيا كده، التذكره بجنيه. لما يكون واحد رايح بياخد بيدفع تذكره بجنيه، طب ما الدوله مين اللي بتتحمل الكلام ده؟ طب ما الدوله بتتحمل. في درجات من العلاج، كل حاجه بشكل. طب ليه ما فيش كلام معاهم؟ ليه ما فيش كلام مع مجلس النقابه؟ يعني حتى هذه اللحظه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، عايزين يجوا يتكلموا معايا. ما هو يا فندم ما بيحصلش كده، حضرتك لازم تتصل بيهم ويبقى في يعني حد. حضرتك النهارده كانوا بتوع النقابه قاعدين معايا. مين من النقابه كانوا قاعدين؟ طارق كامل، دكتور طارق كامل كان قاعد معايا، كان قاعد معايا النهارده. ايوه، انا ليه حاسه ان هم يعني ليه ما بتجيبش الناس اللي يعني مجلس نقابه الاطباء كله يجي لحضرتك وتقعدوا وتخلصوا معايا؟ اهلا وسهلا. ايوه ما فندم، ما هو بيجيش، ما بيبقاش كده. المشكله دلوقتي انه حضرتك بتقول اللي عايز يقعد معايا، هم لما جولنا المره اللي فاتت قالوا زي الوزير طبعا نحب نقعد معاه. وانا احب. ايوه، فمين بقى هيوصل يوفق رصين في الحلال يعني؟ رصين ولا حاجه، اصلا مفيش خصومه بيني وبينهم، احنا الاثنين بنتكلم بصوت واحد، احنا الاثنين في حق في مصلحه الطبيب، احنا الاثنين في خط واحد. هي الفكره ان في النهايه نصل للحل ازاي، لكن احنا الاثنين ماشيين في هدف واحد، ان الدكتور اللي تم الاعتداء عليه ده لازم ياخد حقه. احنا الاثنين بننادي بحاجه واحده. بس معظم تصريحات حضرتك تتكلم على تسييس الموضوع، وده ازعج البعض. لا مفيش تسييس ولا حاجه. انا ما صرحتش باي حاجه على فكره خالص. انا كل اللي انا بعمله اكشن بلان، بعمل حاجات، بكلم وزير الداخليه، بكلم رئيس الوزراء، بكلم النائب العام، بشوف التحريات، بشوف حق الولاد دول، بشوف ايه اللي انا معموله، الخطوات اللي عاملها عشان ما يتكررش الكلام دوت. بركب كاميرات دلوقتي في كل المستشفيات، بتفق مع وزير الداخليه ان احنا نعمل نقط شرطه في كل المستشفيات. ولكن لم تتهم النقابه واجتماع النقابه بانه كان به توجه سياسي؟ لا انا ما اتهمتش حد، انا شفت ان في هناك في كان موجود فيه سياسيين في النقابه زي اي واحد في مصر، زي حضرتك ما شفتيهم. وشفناه وعلقنا بس عليه. بس كده، انا ما علقتش حد. انا ما علقتش. لا احنا علقنا عليه، قلنا كان في نشطاء وكان في ناس. انا ما علقتش، انا ما علقتش خالص خالص. ده حسسك انه ربما بيستغل بشكل اخر؟ بص حضرتك، انا عايز اقول حاجه واحده بس، ان اجتماع النقابه كان عشان خاطر الاولاد ياخدوا حقوقهم الاطباء. كون ان احنا نشوف في ساسه موجودين، يبقى ده انا شايف وزي ما كل المصريين ان ده بيضيع حق الاولاد دول، عشان يبقى التركيز عليهم، التركيز ليهم هم، للاولاد دول ياخدوا حقهم. الحل للازمه دي ايه؟ حل الازمه هي خطوات تنفيذيه. الخطوه التنفيذيه الاولى ان احنا دلوقتي اولا نحمي الاطباء مش بس دول على مستوى مصر، لان الحكايه دي مش اول مره. حكايه الاعتداء على الاطباء دي مش اول مره، الحكايه دي من اول 2011 وفي اعتداء على الاطباء مرارا وتكرارا. واحد، ان يبقى في نقطه امن في كل مستشفى مركزيه كبيره، وده اتفقت فيه مع وزير الداخليه وتم الاتفاق على كده. اتنين، يبقى في كاميرات تحمي الدكتور لما نيجي نسجل له، لو واحد اعتدى عليه هيبقى الكلام مسجل. اتنين، المريض لو قال ان الدكتور ما جاليش يبقى كل شيء مسجل، يبقى كل واحد واخد حقه زي كل حته في الدنيا. دي تاني حاجه. الحاجه الثالثه، ان يتم التحقيق مع الامناء حتى يصلوا ان هم لردع لاي واحد مخطئ حسب القانون. طيب انا معايا على الهاتف دكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابه الاطباء. دكتور مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا بيك. يعني حضرتك ولا دكتور احمد؟ اهلا بيك. الوزير معانا اهو بيقول اهلا بكم في اي وقت، ان انتوا تجولنا واحنا كنا سامعين منكم ايضا الكلام طيب على الجانب الاخر. ازاي هنقدر نلتقي في المنتصف يا دكتور؟ اعتقد ان ده كلام بناء من سياده الوزير، يعني المفروض ان هو يوجه دعوه رسميه لمجلس نقابه الاطباء. انا بوجه لك يا خالد، انا بوجه لكم كلكم دعوه لكل المجلس. اهلا وسهلا، من باكر تشرفوني، انا اكون سعيد بيكم. معلش يا دكتور احمد، اطلب من حضرتك بس ابعت دعوه رسميه. حاضر، عينيا الاثنين. وانا ان شاء الله هكلم زملاتي ونقعد مع بعض. اهلا وسهلا دكتور. طيب وضع كان في اختلافات على حاجات لها علاقه بالقرارات اللي اتخذتوها. سياده الوزير شايف انها قرارات ضد الدوله، منها مثلا القرار بتاع ان انتم مش عايزين العلاج المجاني، اللي هو ان انتم يعني الاطباء هيلتزموا فقط بالعلاج المجاني، ومنها ايضا قرار التدريب اللي هو المعهد التدريب او مركز التدريب الالزامي. لو تقول وجهه نظرك يا دكتور مره اخرى عشان يسمعها سياده الوزير. هو طبعا انا شفت لقاء سياده الوزير من ساعه كده، وهو قال بنفسه ان حصل مشكله كبيره عند
صرف اللي هم المتهمين من النيابة ليلة الجمعية العمومية، وده كان سبب الرئيسي في أن الجمعية تجتمع بهذا الشكل، والأطباء يعبروا عن غضب كبير جدا جدا، وده تجسد في القرارات اللي صدرت من النقابة. وهو نفسه كطبيب أعتقد أنه حس بنفس الشيء، هو وكل الناس اللي خسرته اللي أنا أعرفهم كويس. والقرارات طبعا كانت موجهة لي يعني التأكيد على ضرورة توجيه التهم الحقيقية للمتهمين واستعادة كرامة الأطباء، ولا أعتقد أن السيد الوزير يعارضني في أي شيء مما قلت. أبدا أبدا، كل أنا معك في كل الكلام اللي أنت بتقول. طيب بس الوزير قال أن القرارات يعتبرها قرارات ضد الدولة، هو قال كده؟ لا هي بس النقطة بتاعت يا خالد اللي هي الجزء بتاع امتناع الأطباء بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات والمستشفيات عن تقديم أي خدمة أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر، وبيعتبر هذا القرار وقرار كأنه عقاب للدولة. لا مش هي يعني بالضبط كده. بص يا خالد يعني بهدوء كده، المادة 38 من الدستور واخد بال حضرتك، والمادة 123 من قانون العقوبات بتبين أن هذا الكلام ده فيها معاقبة للدولة نفسها، لأن الفلوس اللي بتتاخد دي لا تصل إلى وزارة الصحة، الفلوس دي بتتاخد الى خزانه الدوله. ده اللي انا عايز اقوله. يعني دي في الاول وفي الاخر. وبعدين في نقطه معينه، كلنا نعلم ان في حاجه ما تسمى باسم صندوق تحسين الخدمه. صندوق تحسين الخدمه ده موجود في كل مستشفى. دخل صندوق تحسين الخدمه ده بيعود في الاول وفي الاخر الى الاطباء، بيتاخد في صوره مكافئات زياده. فلو انا النهارده الحاجه دي هي ما بقتش موجوده، دي هتبقى مردودها برضو كمان على الطبيب. يعني الولاد ولادنا هيبقى ده فيه هيقل. زي ما حضرتك بتقول كده، معظم الفلوس دي بتروح لصناديق تحسين الخدمه اللي بتصرف مكافئات الاطباء ليهم، فيها نسبه صغيره جدا ومعظمها بتروح لمديريات الصحه والادارات. فهم الاطباء يعني بيعبروا عن غضبهم من هذا الجزء الضئيل اللي هي احد المشاكل الكبيره، وهو رواتب الاطباء ودخلهم. هم حتى مستغنيين عنه من اجل توصيل صوتهم وغضبهم الشديد لانتهاك الكرامه. ما فيش اي نيه ضد الدوله ولا حاجه. الجمعيه العموميه كانت واضحه في قراراتها، قالت ان هي جمعيه مهنيه، جمعيه غير مسيسه. كل ما دار حول الجمعيه العموميه ما لناش علاقه بيه. احنا بنتكلم من ساعه ما انعقدت الجمعيه العموميه الساعه 1 الى ان انتهت وصدرت قراراتها. قراراتنا قرارات مهنيه بحته للتعبير عن حاجه معينه السيد الوزير متفق معايا فيها، واحنا كنا بنتكلم كل يوم، وانا اشهد ان هو كان بيحاول مع وزير العدل وغيره، لكن النتيجة كانت في النهاية احنا كنا متوقعين انا وهو يوم الاربعاء ان الامور تتحل، وان يبان ان المجهودات اللي احنا بذلناها الكبيرة جدا خلال اسبوع او 10 ايام، كل الناس الحقيقة مش احنا بس، كل الوزارة كانت بتبذلها، وكل الاطباء اللي غرضهم ما يحصلش اي تصعيد وتتحل المشكلة على خير، وكلنا كنا متوقعين الامور هتمشي في اتجاه التحقيق، الى ان حدثت المفاجأة يوم الخميس، ودي صدمتنا جميعا، وصدمت السيد الوزير زي ما هو قال لي شخصيا زي ما صدمتنا انا. فعلينا ان احنا كنا نتوقع ان تصدر القرارات كما صدرت، مش عايزين ناولها برضو تاويل تقنيه ضد الدوله او غيره. خلونا نشتغل في الاسبوعين الجايين على حل المشكله. عندنا غرف كبيره بتسريع التحقيق، عندنا يمكن ان نبني على توجه رئاسه الوزراء ومقوله رئيس الوزراء وطلبه من النيابه ان تسرع التحقيق. واحنا بنطلب ايضا من النائب العام، سياده النائب العام، عشان مصلحه مصر مش عشان مصلحه الدكاتره بس ولا المواطنين المصريين، نرجو الاسراع بالتحقيقات ونرجو انهاء المشكله، وان شاء الله مفيش اي حاجه من الحاجات دي هتحصل. بشكرك دكتور خالد سمير عضو مجلس نقابه الاطباء. هل حضرتك هتبعت لهم فعلا؟ طبعا. انا عايز اقول على حاجه، ان دكتور خالد سمير، دكتور طارق كامل على تواصل معايا بشكل يومي طول فتره الازمه. طب فين الازمه بقى؟ يعني ليه فيش في أزمة. ليه يعني فيش اي يعني ازمه، وان احنا وصلنا للمطالبه باقالتك والتحقيق معاه. لكن انا بتكلم على الرموز العقلانيه اللي موجوده في هذه النقابه. يعني الدكتور خالد من الناس العقلانيين، وفي ناس تانية كلهم اغلبهم كويسين، كان بتواصل معايا. يعني يوم الاربعاء انا كنت في مجلس الوزراء، وكان الدكتور خالد سمير بيبعت لي بسرعه احنا مستنيين القرار بتاع احاله الاطباء امناء الشرطه دي. اول ما طلع قرار الاحاله للنائب العام، انا اول واحد بعت له كان دكتور خالد سمير، لان احنا كلنا مستنيين ان الولاد دول ياخدوا حقهم، دول ولادنا وتم الاعتداء عليهم، واحنا عايزين الولاد دي تاخد حقها.
حاسس ان التصعيد كان ملوش لازمه يكون بهذا الحجم وهذا الكم، ولا والله بصراحه أنا قلت كان لازم الاطباء ياخدوا هذه الوقفه عشان الدوله؟ يعني معلش اسمح لي يا دكتور، الدوله يعني رئيس الوزراء لم يتحدث الا بعد هذه الازمه، يعني وكان احنا بننتظر ان تنفجر القنبله وبعدين نبتدي بقى يظهر رئيس الوزراء يبتدي نتكلم في كذا، نبتدي اصواتكم كلها نسمعها. احنا ما بنشوفش ده غير لما شفنا هذا المشهد اللي هو 10,000 طبيب، ساعتها الدوله كلها انزعجت. انا عايز اقول حاجه، كون ان السيد رئيس الوزراء بيتحرك معانا من خلالي انا ومن خلال السيد وزير الداخليه ومن خلال اتصالاته بالنائب العام ومن خلال متابعته، يعني هو النهارده السيد رئيس الوزراء طلبني النهارده، انا رحت له النهارده، طلبني ان انا اروح له النهارده الساعه 4 عشان اسرد ليه جميع ما تم. انا عايز اقول لحضرتك السيد رئيس الوزراء بيتابع. ده متاخر قوي يا فندم، ده كل يوم بيتابعني. ايوه يوم بس النهارده كل يوم متاخر، يعني يوم الجمعه اللي مش دي اللي قبليها 9 صباحا يوم الجمعه اتصل بيا يوم الجمعه، ايه الموقف؟ أيوة. وحيصل ايه؟ ده يوم الجمعه اللي هو يوم لا يوم مش ده اللي... لا اللي قبليه. اللي قبليه بيتصل بيا. طب ليه ما كانش فيه بيان واضح؟ ليه ما كانش فيه هذا التفاعل؟ أنا عايز أقول إن... يعني ده الناس بتشعر في مصر ان المسؤولين لا يتحركوا الا بعد ما تحصل مصيبه وحد يجرى له حاجه ويحصل مثلا وضع زي ده وبعدين يبتدي بقى التصريحات. لا احنا بنتحرك وانا كنت بتحرك وبتحرك مع في النقابه وبتحرك مع خالد دكتور خالد وبتحرك مع الدكتور طارق وكانوا معايا على طول في تحرك، بنسال بعض وبنكلم بعض وبنتابع بعض. مجلس النقابة معترض على فكرة التدريب الإلزامي أو المعهد اللي هم اللي حضرتك كنت أخذت بيه. مش تدريب إلزامي، دي هيئة التدريب. لا دي هيئة. ليه ممكن يكونوا معترضين عليها برغم إن كل الناس محتاجة تدريب؟ أنا بالظبط كده، أنا دي مش عارف، أنا شخصيا مش عارف، أنا مش عارف ليه معترضين. مش بس كده، دي هيئة إحنا بن 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 بنعمل زي أي حتة في الدنيا، السعودية فيها هيئة، الكويت فيها هيئة، الأردن فيها نفس الهيئة، كل دول العالم فيها نفس الهيئة. التريننج بروجرام التدريب بتاع الاطباء من خلال سيستم، من خلال بهيئه، الهيئه دي موجوده من سنه 2008، هيكلها اتعمل من 2008، تقدمت بيها لمجلس الوزراء من 2008، اترفضت عشان التمويل المالي. الكلام ده مش حاجه مش وليده النهارده، النهارده احنا عايزين الولاد دول يتعلموا بطريقه سهله. الهيئه دي هي عباره عن ايه؟ في عندنا حاجه اسمها الزماله، دي امتداد للزماله مش اكتر، بس من خلال ناس مسؤولين عنها. هل ربما لان هو وهم لما كانوا هنا برضو قالوا لنا نفس الشيء، هل لانه لم يعرض عليهم الامر؟ حضرتك الكلام ده معروض من 2008. لا لم يعرض الامر على مجلس النقابه، يعني الهيئه دي ربما مجلس نقابه الاطباء بيرى في نفسه ان هو لازم في قبل اي سن اي قانون انك او حتى اصدار اي هيئه انك تناقشه معاه. انا بعرض وجهه نظرهم وارد. مش متبنيها. انا اللي انا عايز اقوله ان هذا البرنامج لو انا النهارده اتعرض عليا حاجه وشفتها ان هي كويسه وفي حق ولادي كويسه وهتفيدني، حتى لو ما كانتش اتعرضت عليا ولقيت انها كويسه هقول ماشي دي حاجه كويسه. من يحمي المواطن من اخطاء الاطباء على الجانب الاخر بقى، وده برضو صوت سمعناه لما كنا موجودين. يحمي المواطن من اخطاء الاطباء ان الاطباء دول الاول يلقوا رعايه طبيه وهم نفسهم يتعلموا كويس وياخدوا تريننج بروجرام كويس، ساعتها هنلاقي الدكتور او الطبيب الامن اللي ما يضرش بالمريض. هي منظومه واحده. انا ما ينفعش ان انا اجي النهارده اقول للواحد تعالى خش عالج العيان ده وانا ما علمتش هذا الطبيب. طب ما هيعمل مشكله، وبعدين هيجي يقول لي جمله واحده، فين حقي انا عندك؟ صح. انت عملت لي ايه؟ علمتني ازاي؟ بيجي النهارده يغلط احاسبه ازاي؟ انا بقول كده، اب ما رباش ابنه، لو هذا الابن اخطا في رقبه مين؟ مش في رقبه الاب اللي ما رباهوش؟ استاذ او دوله ما كانتش متبنيه سيستم او برنامج للكونتينوس ميديكال اديوكيشن او التعليم الطبي المستمر لاولادها، لما اولادها دول يخطئوا ساعتها ما نقدرش نلومهم. كيف توصف حال المستشفيات الحكوميه؟ سيئه جدا. بنشتغل في محورين. المحور الاولاني ان احنا بنعيد اللي مش كويس، بنعيد هيكلته، دي واحد. المحور الثاني ان احنا بنعمل مستشفيات جديده. انا لسه كنت بقول دلوقتي وهقولها تاني ان احنا عندنا في 31 مستشفى جداد هيكونوا خلصانين قبل مايو اللي جاي. واحده افتتحها الرئيس السبت اللي قبل اللي فات في بني سويف. الخميس الجاي سيد رئيس الوزراء هيفتتح 4 مستشفيات، واحدة في قليوب، واحدة في بنها، واحدة في طنطا، واحدة في دمياط، 4 مستشفيات في يوم واحد. الشهر الجاي هنفتح مستشفيات في سيناء، في جنوب سيناء، 3 مستشفيات في جنوب سيناء، وهكذا. في مستشفى هتتفتح لأول مرة في شلاتين.
مش بس نفتح المستشفى، احنا بنفتح المستشفى ونشوف التمويل اللي نجيب بيه الدكاتره. انا عشان اودي دكتور شلاتين هياخد كام مني؟ هقول له تعالى روح في شلاتين بنفس الفلوس اللي هياخدها زميله اللي قاعد في القاهره؟ لا، انا طالب انه ياخد 500% عشان يروح عشان هناك يرضى يروح بالظبط كده. طب هجيبه منين التمويل ده اذا كانت الموازنه 70% منها احنا على الاجور احنا دلوقتي حاليا؟ يعني انا حد مثال بالنسبه لي اللي موجودين في شرم الشيخ، عملنا بروتوكول تعاون مع جامعه القاهره، بنجيب الدكاتره وبياخدوا راتب كويس جدا، وبنقدر ان احنا نوفر لهم هذا الراتب بهذه الكميه ب 400% و500% من اللي هم بياخدوه. ولذلك مستشفى شرم الشيخ اتحلت فيها المشكله، مستشفى دهب عملنا نفس الحكايه واتحلت فيها المشكله، مستشفى الطور هنعملها اول ما عند الافتتاح، وفي شلاتين هنعمل الحكايه دي، في بني سويف غيرنا اللائحه عشان تزيد الدعم المالي بتاع الدوله للاطباء. القضيه بس مش بس الاطباء يا دكتور، القضيه كمان الصيانه والمعدات والنظافه يعني حضرتك عارف انه بنجيب اعظم جهاز وبندفع فيه فلوس كتيره جدا لا يتم صيانته. الناس اللي بتشتغل عليه، انا يوم افتتاح مستشفى بني سويف دي انا رحت فيها مرتين قبل الافتتاح، كل اللي انا كنت بقوله حاجه واحده بس، مينتنس صيانه. كل الكلام ده اللي اتعمل ده صرف 254 مليون الدوله صرفتهم على مستشفى بني سويف. ال 254 مليون دول اذا ما كانش فيه صيانه او رعايه، حد مثال تاني، مستشفى معهد نصر. انا كنت بروح المستشفى ديت بقالي فترات طويله لغايه اخر مره رحتها كانت سنه 2004، كانت حاجه براقه. اما جيت رحتها بعد تولي الوزاره لقيت الحيطه واقعه صيانه. مجرد ما اديناها شويه دعم وعملت فريق صيانه جوه الوزاره عشان يتابع صيانات هذه المستشفيات. هل التمريض عندنا برضو في مشكلة كبيرة جدا؟ والله أنا عندنا نقص أساسا، لأنه وكأن الناس زمان كان دايما تسأل الطفل الصغير عايز تبقى إيه، فيقول لك عايز أبقى دكتور، عايز أبقى ضابط، عايز أبقى مهندس. والبنات كمان كانوا بيحبوا يكونوا أنا عايز أكون ممرضة. دلوقتي في نقص في قضية التمريض. هقول لحضرتك ليه. جت فترة من سنة 2011 طلع قرار غريب كده بإغلاق مدارس التمريض، وكان السبب او التعليل في هذا ان المدارس التمريض دي بتبقى 3 سنين، اللي بيطلعوا الممرضين والممرضات ما بيكونوش على المستوى الجيد اللي هم فيه يقدموا خدمه، فكان الحل اغلاقها. كان من ضمن اهدافي اول ما جيت ان انا ارجع اشوف منظومه التمريض. عملنا قرار انا والسيد رئيس وزير التعليم العالي باعاده افتتاح هذه المدارس. واحد، بدل ما تبقى 3 سنين تبقى 5 سنين. 2، بدل ما ياخدوا الدراسه بالعربي بس بقينا ندخل معاهم اللغه الانجليزيه، طب باللغه الانجليزيه. مش بس كده، بعد 5 سنين من حقهم ان هم يكملوا في كليات التمريض وياخدوا بكالوريوس تقني عشان المستوى يزيد والاعداد تزيد. المشكله كمان مش في الاعداد، المشكله في التوزيع عندنا. يعني هنلاقي مثلا محافظه البحيره فيها كميه كبيره جدا من التمريض، في محافظات اخرى مفيش. بنعيد التوزيع دلوقتي جغرافيا عشان الممرضة أو الممرض يبقى في مكان قريب. لأن بيحصل إيه؟ الممرضة بتبقى أنا في القاهرة باجي أوزعها في الغربية ما بتروحش. فعملنا توزيع جغرافي عشان يبقى التوزيع كده. أنا حدي مثال، مستشفى طنطا الجامعي افتتحت السنة اللي فاتت، مستشفى 7 أدوار وكانت بتشتغل من الساعة 8 لغاية الساعة 2، 2 بتقفل، بتشتغل شيفت واحد. ورحت شفتها أنا الأسبوع اللي فات. إيه السبب؟ إن كان في نقص مش بس في التمريض، تمريض، فنين الأشعة، فنين المعمل. جبت السيد عميد الكلية ودي تابع وزارة التعليم العالي، لكن في النهاية هي قطاع صحي، وجي قعد معايا الأسبوع اللي فات، وجات مدير رئيسة التمريض أو مديرة التمريض في مصر السيدة النقيبة قعدت معاه ووفرنا له التمريض بتاعه. عملنا ريلوكيشن، جبنا من حتة عطينا الحتة عشان المستشفى تشتغل، وإن شاء الله السيد رئيس الوزراء هيروح يشوفها يوم الخميس بطاقم تمريض بعمل فول داي 24 ساعة. إمتى المواطن المصري هيجد رعايه صحيه معقوله؟ مش عايزه اقول لك ممتازه، بس على الاقل رعايه صحيه ادميه، ان هو يدخل طوارئ فيتعامل كويس ويقدر ان هو ينقذوه. دايما بنحس انه اللي هيعيا في مصر ده يعني ربنا معاه. عند تطبيق منظومه التامين الصحي كما ينبغي ان تكون بغطاء مالي تتحمله الدوله، اللي احنا المشروع اللي اديناه الغطاء المالي اللي مفروض الدوله تتحمله يتخطى من 83 الى 90 مليار في هذه الحاله، والدوله مستعده عند اقرارها من مجلس النواب والتدرج في تطبيقها على محافظات مصر محافظه محافظه، هنلاقي المنظومه الصحيه زيها
زي منظومة الإسعاف اللي كانت سيئة لغاية قبل 2008 والنهارده. بس الدولة عندها فلوس يا فندم؟ يعني هل الدولة تقدر إنها إن شاء الله المشروع قانون داخل مجلس النواب؟ بالظبط إن شاء الله. طيب. وكل النواب مستنيين. هل حضرتك فعلا أجريت جراحة ومعاك الحرس وكنت غير معقم أنا دخلت أوضة اسمها أوضة الغرز، كنت بوري الدكتور الصغير كيف ياخد غرز، ودي اسمها ستيتش روم ومش أوضة عمليات. بس برضو مش بيكون فيها تعقيم؟ لا يا فندم، ستيتش روم لا. انا عميد الكليه وعارف ايه الانفكشن كنترول وايه مكافحه العدوى ومشيت اكوردنج كده. كون بقى ان الناس بتكبر الموضوع ده شيء اخر. طب انا معايا اتصالات هاتفيه كثيره هاخدها بسرعه في اخر دقيقتين من وقت البرنامج. ابراهيم اتفضل. يا ابراهيم مساء الخير يا استاذ لالي. مساء النور، اهلا بيك. هو انا بقدر الدوله كلها وبحترمها، بس خلي بال حضرتك الناس كثيره يا استاذ لميس، لكن الرعايه في المستشفيات ضعيفه. انا بنروح نكشف بيكشفوا علينا واحنا واقفين من غير سماعات ولا حاجه بالبق ويكتب لنا الروشته. المستشفى 20 جنيه مش جنيه زي سياده الوزير معاه. فين يا ابراهيم؟ في المستشفى الهلال، في المبرة بتاعت المعادي، اما ما فيش رعايه ضعيفه يا استاذه لبيب. شكرا يا ابراهيم. مين معانا؟ اسماء اتفضلي يا اسماء. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي. مساء الخير يا استاذه لميس. مساء الخير يا سياده الوزير. اهلا يا اسماء. اولا يا استاذه لميس، مع احترامي يا سياده الوزير، احتوائك للموقف بتاع الاطباء ما يعجبش الشعب، لان حضرتك مفروض ما تستناش ان انت تدي لهم يعني تبعت لهم يجوا لك وهم او يجوا الحل لعندك. حضرتك مفروض تتحرك وتروح تحتوي الموقف من بدايته، لان احنا ما صدقنا يجي لنا رئيس يقف معانا عشان يوقف الدوله. ما ينفعش يا سياده الوزير ان احنا نقف وقفات احتجاجيه تاني والاطباء يقفوا تاني عشان مطالب خاصه ليهم. ما ينفعش سيادتك، كان لازم تتحرك من مكانك فورا وتحتوي المشكله من اولها وتشوف مطالبهم عشان ما نوصلش للي كنا فيه قبل كده. شكرا يا اسماء. شكرا يا اسماء، موقفك واضح. الناس منزعجه من الوقفات، الناس قلقانه طبعا، مش عايزين ده وعايزين احتواء افضل. مصطفى اتفضل يا مصطفى. مصطفى السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام، اهلا بيك. انا من اسيوط. ايوه يا مصطفى اتفضل. اسالي سياده الوزير، فيه اي اجهزه في المستشفى؟ مستشفى اسيوط؟ مستشفى ايه يا مصطفى؟ اسيوط ديروت. اسيوط ديروت ما فيهاش اجهزه؟ ها طيب، مستشفى اسيوط ديروت. شكرا يا مصطفى. هيثم السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل. حضرتك بس انا عايز اعرف نفسي الاول، انا اخصائي رعايه مركزه، انا بس يعني بما ان انا واحد في الفيلد في وسط اللي بيحصل ده، فعايز بس عندي كام تعليق سريعا بس عشان وقتي خلص. اتفضل. بس اول حاجه دلوقتي، هو اللي حصل مشكله من ان امناء شرطه تعدوا على اطباء، احنا ليه ماسكين في الدكتور احمد عماد وزير الصحه وسايبين وزير الداخليه؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، حقوق الاطباء وظيفه النقابه مش وظيفه وزير الصحه. وظيفه وزير الصحه توفير صحه للمواطنين، مش حمايه الاطباء. اي يونيون او اي نقابه هي المسؤوله عن حمايه الناس بتوعها. طيب، فاحنا ليه ماسكين في وزير الصحه وسايبين النقابه وسايبين وزاره الداخليه؟ دي ثاني حاجه. ثالث حاجه، بالنسبه للموضوع التدريب الاطباء، طبعا دي حاجه مهمه جدا وده اساس الطب في العالم كله دلوقتي، سواء جوه او حتى البلاد العربيه دلوقتي. الدكتور احمد عماد طلع بفكره تدريب الاطباء، المفروض بدل ما نقعد نتهم بعض ونقول ده مش هيتعمل، حاجه اسمها كولابوريشن. النقابه تتفق مع وزاره الصحه ان في تدريب، برنامج تدريبي معين على اسس معينه. يعني انت حاسس انه النقابه كانت يعني زياده شويه في رد فعلها؟ احنا دلوقتي في البلد بنحاول نتقدم، بيبقى في كولابوريشن وزاره الصحه مع تعاون بين الاثنين. شكرا يا شكرا يا هيثم. عزه وده اخر تليفون، اتفضلي يا عزه. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي. السلام عليكم، انا الدكتوره عزه علو، استشاري اطفال في مستشفى الجلاء التعليمي. اتفضلي. عايزه بس احكي لحضرتك على اللي بيحصل. ما عندناش دواء، ما عندناش خافض حراره، ما عندناش امن. انا كنت في منطقه بولاق، كنت هتضرب، طلعت للمدير قال لي كويس انك ما ضربتيش يا دكتوره، وقعدت اصرخ ومعايا الوزير اللي قاعد قدام حضرتك دوت. لو سمحتي بس، احنا بنحترم بعض، بنحترم ضيوفنا. اتعين عشان اتعين وخدت حكم محكمه بتعييني، قال لي ده اللي الحكم، اشربي ميات يا دكتوره. طيب شكرا. والوزير وبعدين بعد ما رفعت جرحه ب 123 راح مطلع قرار، وثالث امين عامل هيئه. طيب
هناخد تليفونك يا عزه وانا هبلغه لمكتب سياده الوزير. وقتي خلص يا فندم. مستشفى اسيوط ديروت واضح ان فيها مشكله. في مشاكل في مستشفيات كثيره جدا. انا كنت لسه كنت بقول انا كنت في مستشفى، انا كنت في طنطا، رحت شفت مستشفى الرئيسي هناك. يعني عايز اقول لحضرتك الاجهزه متهالكه، جهاز التخدير 10 اوض عمليات في 10 اجهزه، الجهاز من سنه 1980. انا كنت رحت الاقصر، دخلت الاقصر مستشفى اسنا، الناس قالوا لنا، قالوا لي احنا مسمينها يا اسنا مش اسنا. المستشفيات في حاله متهالكه، احنا بنبني فيها ان شاء الله. طيب نقص الادويه يا فندم، في نقص ادويه 189 دواء ناقصين بسبب ان التكلفه بتاعه الانتاج بتاعتهم اعلى من الفلوس اللي بياخدوها الشركات. طالبين ان احنا نرفع الاسعار. احنا شايفين ان النهارده الموضوع ده في شقين، شق سياسي احنا نرفع الاسعار على الناس، شق تاني ان عدم توفير هذا الدواء بيخلي الناس تروح تجيب الدواء الغالي. بندرسها، ما خدناش لسه فيها قرار وما زالت تحت الدراسه، وبندرسها مع شركات الادويه ايه الحل. لكن احنا عارفين 189 دواء فعلا موجودين، يعني من ضمنهم الميريفان. الميريفان ده بتاع التجلط، يعني واحد كارثة. عنده كارثه طبعا، ولابد ان يكون فيها حل، والحل ده ان احنا هنحرك السعر شويه. طب نعمل ايه احنا؟ لازم يكون هناك يعني لما دواء الجلطه مش لازم موجود، لازم يكون في تحريك للاسعار، ولكن بندرسها اقتصاديا. يعني ده لا موجود في القطاع، لا موجود في المستشفيات الخاصه، دي حقيقة. ولا موجود دي حقيقة. في انا بقول لحضرتك 189 منهم اللي حضرتك بتقول للمواطن المصري ان لو جاله جلطه ما عندوش في دواء البديل بقى الغالي. طب ما انت انا النهارده لما باجي وكنا بنتكلم في كده، مكلمت مع الشركات وعندنا لجنه التسعير شغاله في الموضوع ده، الشركات بتخسر. وان شاء الله هيبقى في حل لهذا الموضوع باذن الله. سياده الوزير، هل صحيح الخبر انه حضرتك تم فصلك من دار الشفاء لما كنت طبيب هناك لانك اصريت انك تاخد؟ خالص الكلام ده خالص، ده مش حقيقي خالص نهائيا. انا بشكرك شكرا جزيلا سيد الوزير احمد عماد، كان نفسنا نديك وقت اكتر بس حضرتك اتاخرت. شكرا. اشكركم اعزائي المشاهدين، بكره يوم جديد نتقابل فيه باذن الله، وهذه لميس الحديث. رايكم، صباح الخير.